السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم دكتور أحمد مجدي سيد. النهاردة هنشرح الدنتال سيمنت. إيه الأيجا ريكوايرمنت أوف دنتال سيمنت؟ يعني أنا عايز أعمل سيمنت بيحقق كل المتطلبات اللي أنا عايزها. إيه هي المتطلبات دي؟ أول حاجة بيولوجيكال بروبرتيز، يكون نون توكسيك ونون إيريدنت، لا يأذي البلب ولا يموت ولا أي حاجة. تاني حاجة يكون أوبتاندا وباليتيف وسيداتيف، يعني مسكن وملط ومرطب وملطف للبلب نفسه. لما باجي اشتغل في السنه بعمل اوبرتيف ولا حاجه زي كده، البلب بيتعب بيتضايق، فلازم احط له حشوه تهدي المشاكل اللي حصلت دي. الكلام ده هو اوبتاندنت وباليتيف وسيداتيف. يكون بكتيريو ستاتيك، يعني في اي بكتيريا يوقف نموها ما يخليهاش تكبر. يعمل ثيرمال انسوليشن، يعزل البلب عن اي حاجه ثيرمال ايرتيشن جاي، عن اي حراره، مثلا لو حشوه ميتاليك هو يمنع الحراره توصل للبلب من خلاله. بروفايد كيميكال انسوليشن، يعني ما يحطش مثلا ماده فالماده دي تقوم جايه تحرق البلب، لا، السيمنت دوره ان هو يمنع مرور الكيميكال ايرتيشنز دي، وبرده الالكتريك انسوليشنز، يعني يعزل البلب عن اي حاجه تقدر تضايقه. رقم اتنين البوندنج بتاعه يا ريت يكون كيميكال بوند، يعني يعمل برايمري بوند، فالكيميكال بوند اكيد اقوى من المايكرو ميكانيكال انترلوكينج. يعني كيميكال بوند اللي هي بنقول عليه اسم التاني ادهيسيف بوند، يبقى عنده ادهيسيف بروبرتي. الريولوجيكال بروبرتيز يعني ايه؟ يعني خصائص الفلو بتاعته اخبارها ايه؟ عايز يبقى اول حاجه الفيلم الثيكنس بتاعه رفيع اقل من 25 مايكرون. ليه؟ عشان يعمل بيرمننت سيمنت. لو الفيلم ثيكنس اكبر من الرقم ده، لا، البوند بتاعي يعني السيكنس بتاع السيمنت هيبقى تخين، فبالتالي ممكن يتكسر. سيمنت يعني اسمنت، يعني الماده اللي بنلزق بيها. لو هلزق كراون، السيكنس بتاع السيمنت لازم يبقى 25 مايكرون او اقل. لو اكتر من كده لا، هيبقى تخين فسهل ان هو يتكسر، فالتركيبه بتاعتك تقع بعد ما تلزقها. لازم تاني حاجه يكون عنده وركينج تايم وسيتنج تايم مقبولين. وركينج تايم اللي هو هخلط انا فيه، وسيتنج تايم ينشف، انا عايزه ينشف بسرعه، وعايز يديني وقت مقبول ان انا اعمل ميكس واحطه جوه الكراون واحطه جوه بق البيشنت من غير ما ينشف. السوليبيليتي بتاعته يا ريت ما يدوبش في بق البيشنت خالص، بق البيشنت على طول مليان سلايفا والراجل بيشرب وبياكل على طول، انا مش عايزه يدوب من الحاجات دي كلها. الاوبتيكال بروبرتيز بتاعتي يا ريت يكون ترانسلوسنت، بالاخص لو هستعمل ترانسلوسنت ريستوريشن. يعني مثلا هحط كومبوزيت ريستوريشن، مثلا حشوه كومبوزيت، عايز اعزلها عن البلب، فلو احط بيز مثلا، البيز دي ما ينفعش تبقى اوبيك، ما هي اوبيك يبقى حشوه الكومبوزيت فقدت شكلها الجمالي. عايز اعمل كراون اول سيراميك، كراون كله سيراميك، سيراميك ماده ترانسلوسنت والسنه ترانسلوسنت، او ما انا جاي مبوظ القصه دي كلها بان انا احط في النص سيمنت اوبيك، لا ما ينفعش. يبقى يا ريت يكون السيمنت بتاعي ترانسلوسنت. الميكانيكال بروبرتيز بيولوجيك، لازم يبقى عنده ميكانيكال بروبرتيز عاليه. تقسيمه الدنتال سيمنت كلاسيكيشن بتاعتها بقى، اول حاجه اكوردنج تو بوندنج ستراكشر، بتشبك ازاي في السنه؟ هما تو بوندز اللي عندنا، مايكرو ميكانيكال انترلوكينج وكيميكال بوندنج. مين اللي بيعمل مايكرو ميكانيكال؟ السيمنتس الاربعه دول، زنك اوكسيد ايجينول، زنك فوسفيت، كونفنشنال ريزن سيمنت، وخلي بالك من كلمه كونفنشنال دي، والكالسيوم هيدروكسيد لاينر. امال مين اللي بيعمل الكيميكال بوند؟ زنك بوليك كربوكسيلات وجلاس اينمر وادهيسيف ريزن سيمنت. اكوردنج سيتنج رياكشن، ده بقى اللي هيهمني، ده كتفاعلات وحاجات بتاعت الماتيريالز اللي تهمنا. الاسيد بيز رياكشن اللي هم مين؟ الزنك اوكسيد كله، زنك اوكسيد ايجينول، زنك زنك فوسفيت، زنك بوليك كربوكسيلات، ومعاهم الجلاس اينمر. امال مين اللي هيعمل بوليمرايزيشن رياكشن؟ بايولوجيك بوليمرايزيشن، يبقى ريزن، يبقى ريزن سيمنت. طب ايه الاسيد بيز وبوليمرايزيشن رياكشن؟ في التفاعلين اللي هو ريزن موديفايد جلاس اينمر، يعني في هو اصلا جلاس انمر بنحط له شويه ريزن، فبيعمل التفاعلين مع بعض، زي ما هندرس الكلام ده كمان شويه. اكوردنج تو يوز بقى اللي شوفوا بقى حضرتك، استعمالات السيمنتس كتيره، تيمبوري ليوتنج، ليوتنج يعني سيمنت، يعني ماده بتلزق، او تيمبوري او بيرمننت. ممكن نعمل حاجه اسمها انترميديت ريستوراتيف ماتيريال، دي بنحطها تقعد لفترات طويله شويه كماده مؤقته بس فترات اطول. ممكن نعملها كبريدونتال باك او سيرجيكال باك. يعني كلمه باك، حضرتك لما بتتعور في ايدك بتحط بلاستر. طب لو عملت عمليه في بق البيشنت هحط له بلاستر؟ لا، بنحط له الباك ده. ممكن نستعملها كبيز، ممكن نستعملها كلاينر، ممكن نستعملها كفارنش، ممكن نستعملها كتمبري فيلينج حشو مؤقت او بيرمننت فيلينج. وتحت بيرمننت فيلينج هنا هنحط 50 خط. مين امتى يكون بيرمننت؟ ده السؤال. ممكن نستعملها كاندودونتك سيلر، يعني ايه؟ يعني لما باجي اقفل حشو العصب بحط حاجات كده اسمها جاتا بيركا صوابع،
الصوابع دي بنلزقها في بعض بالسيلر ده. according to chemistry of the powder زمان كانوا التقسيمه دي اللي موجوده، قال لك الباودر عباره عن ايه؟ فقلنا في باودر اسمه زنك اوكسايد باودر، فهخلطه بثلاثه ليكويد، لو ايجينول يبقى اسمه زنك اوكسايد ايجينول، لو فوسفوريك اسيد يبقى زنك فوسفيت سيمنت، لو بولي كربوكسيليك اسيد يبقى زنك بولي كربوكسيليت سيمنت. والناحيه الثانيه قلنا لا في باودر ثاني اخترعناه جديد اسمه جديد، ده كان من سنه 1970 اوكي، اسمه فلورو الومنيو سيليكيت جلاس، فيبقى سيمنت في عندي سيمنت اسمه سيليكيت سيمنت وده بطلنا نستعمله خلاص، والجلاس ايونومر سيمنت. اوكي التقسيمه دي كانت زمان لان كانت السيمنتس عددها قليل، لما سيمنتس اخترعنا سيمنتس جديده فالتقسيمه دي ما بقتش تنفعنا، بقينا هنستعمل التقسيمه اللي جايه دي اللي هي اكوردنج تو تشيف كيميكال انجريدينت. قلنا اخبارها ايه؟ ممكن تبقى في سيمنت اويل بيزد سيمنت، يعني سيمنت فيها اويل هستعمله زيت. اول واحد اللي هو زنك اوكسيد ايجينول، بجيب زيت الايجينول، الايجينول ده زيت القرنفل، بجيبه وبخلط بيه الزنك اوكسيد فسميناه اويل بيزد سيمنت، او ووتر بيزد سيمنت لان الليكويدز دي من ضمن تركيبها ووتر، فقلنا يبقى في زنك فوسفيت سيمنت، زنك بول كربوكسيت، وجلاس اينومر. تالت حاجه اللي هي الريزن بيزد سيمنت، دي ريزن، دي بوليمرز زي الريزن سيمنتس. اوكي هنمشي على التقسيمه دي ونمسك كل سيمنت من دول حاجه حاجه نشرحها. الاويل بيزد سيمنت اللي هم زنك اوكسيد ايجينول سيمنت، اقدم سيمنت في طب الاسنان ولسه موجود لحد النهارده، الايجينول كماده جميله جدا بتديني حاجات كتيره، دي الفورم اوف سبلايز بتاعته هنتكلم عليها دلوقتي. المود اوف سبلاي بيجي ازاي؟ يا اما باودر وليكود عادي، باودر وليكود تخلطهم مع بعض، يا اما ريدي ميد سنجل بيست، شايف رقم بي ده، ده بيست بتاخد منه حضرتك، ده بتاع الحشو المؤقت، تفتح العلبه تاخد منه حته تحطها جوه بوق البيشنت وهي بتنشف في بوق البيشنت، وهنشوف ازاي. وفي فورم اللي هي تو بيستس بتستعمل اكتر كتمبوري سيمنت. الكومبوزيشن بتاعي بقى، بص يا سيدي الكومبوزيشن بتاع السيمنتس عموما في رغي كتير وحاجات كتيره وكده، انا ما بحبش نخش في تفاصيل الكومبوزيشن لان اولا انت اندر جرادويت ما بتهمكش، وتاني حاجه مش ده شغلك المين كلينيكال بيهيفير بتاعك، بس عموما تعرف لي المين رياكتور، مين انجريدينت في كل حاجه. يعني الباودر اسمه ايه؟ البتاع اسمه زنك اوكسيد اندجينول، يبقى الباودر اسمه ايه؟ زنك اوكسيد، وبتحط لي شويه معانا مغنيزيوم اوكسيد، ما علينا، المهم مينلي زنك اوكسيد. الليكود هو اسمه زنك اوكسيد اند ايه؟ ايجينول، يبقى الليكود بتاعي ايه؟ ايجينول، وبنحط له شويه 15% كده زيت زيتون اوليف اويل. السيتنج رياكشن ده بقى اللي مهم، تحفظوا لي مهم قوي. بص يا سيدي التفاعل بيحصل ازاي؟ لما باخد زنك اوكسيد مع الميه يقوم الزنك اوكسيد يتحول لزنك هيدروكسيد. الزنك هيدروكسيد يتفاعل مع الايجينول يديني زنك ايجينوليت وميه. التفاعل ده هقول عليه كذا تريكه دلوقتي. لو انا حطيت الزنك اوكسيد مع الايجينول من هنا للسنه الجايه ما يتفاعلوش ولا ييجوا ناحيه بعض. الزنك اوكسيد ما عندوش قدره التفاعل مع الايجينول، ولا الايجينول عنده قدره التفاعل مع الزنك اوكسيد. امال مين اللي بيتفاعل؟ الزنك هيدروكسيد. يعني حضرتك لو ما فيش الميه دي حط زنك اوكسيد على الايجينول من غير ميه من هنا للسنه الجايه ولا اي تفاعل. ودي التركه بتاعت الريدي ميد سنجل بيست، فاكر حشو المؤقت اللي بناخد من العلبه ونحطه على طول؟ ما هي علبه واحده انت ما خلطتش حاجه، اشمعنى كانت ناشفه في العلبه ولما اتحطت في بوق المريض نشفت؟ لان حضرتك لما بنحطها بنجيب قطنه كده ونبلها ونحطها على الحشو من فوق، فالميه دي الموجوده في القطنه هي اللي بتخليها تنشف. وبليز بليز بلاش قرف وتقول لي الصلايفة بتاعت البيشنت هتنشفه، لا معلش خليك دكتور كلين وحط قطنه فوق الحشو المؤقت بتاعك هتلاقيه نشف معاك. يبقى نقول تاني بقى في التفاعل بتاعنا ان الزنك اوكسيد مع الايجينول عمره ما يتفاعل. تاني حاجه بنقول محتاج تريسز اوف ووتر، يعني كلمه تريسز يعني حاجات قليله قوي من الميه. ليه محتاج نقط قليله قوي؟ لان ده لما يتفاعل مع ودين زنك هيدروكسيد، تفاعل زنك هيدروكسيد مع الايجينول هيطلع لي ميه. الميه دي الباي برودكت اللي هتطلع هتبتدي تدور على اي زنك اوكسيد تحوله تاني لزنك هيدروكسيد عشان يتفاعل مع ايجينول ويطلع لي زنك ايجينوليت وميه. وتاني وتالت ورابع الميه اللي بتطلع تبتدي تعمل ديهايدريشن، سوري تبتدي تعمل هايدريشن لزنك اوكسيد تحوله لزنك هيدروكسيد. التفاعل اسمه مهم جدا بنسميه كيليشن رياكشن، مش شيليشن الله يكرمكم، اسمها كيليشن. كيليشن يعني مخلب، جاي من المخلب بتاع النسر. ليه بقى؟ لانه بيقول لك كل زنك هيدروكسيد بيتفاعل مع الايجينول بيمسكوا بمخلبين كده، يعني شكل التفاعل نفسه. زي ما قلنا هنا الووتر مهمه جدا للتفاعل، من غيرها مش هيحصل، الزنك اوكسيد مش هيتفاعل مع الايجينول. في حاجتين بيسرعوا التفاعل، الهيوميديتي اللي هي الميه، والهيت اللي هي الحراره. مش ده تفاعل كيميائي يبقى الحراره هتسرعها. الاثنين بحرف الاتش، هيت اند هيوميديتي، يبقى الاثنين دول هيعملوا ايه؟
هيسرعوا التفاعل. الريدي ميد سنجل بيست بيجي لي ازاي؟ بيجي لي زنك اوكسيد مع الايجنول، مفيش فيه ميه. الميه هتيجي امتى؟ لما حضرتك تحطها جو بول بيشنت بقطنه مبلوله ميه. عايزين نتكلم بقى على المايكرو ستراكشر بتاع كل واحد من دول. المايكرو ستراكشر بتاع سيمنز دول كلها هيكون كورد ستراكشر. يعني كلمه كورد ستراكشر يعني شكل مش منتظم، مش حاجه هوموجينس. كله بيتكون من الزنك اوكسيد دلوقتي هنتكلم عليها، ماتريكس اوف 8. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ده زنك ايجينول، يبقى ماتريكس اوف زنك ايجينوليت، 8 في الاخر، حط اسم الحاجه دي و8. ماتريكس دي جوه الماتريكس ان رياكتد بارتكل من الباودر، مش كل الباودر بيتفاعل، هيتبقى منه ان رياكتد بارتكل. يبقى المايكرو ستراكشر بيتكون من ايه؟ كورد ستراكشر. لازم نشوف كلمه كورد في الاول. ماتريكس اوف بتتكون من الماتريكس ان رياكتد زنك اوكسيد باودر، جميل، ومعاها ايجينول، يعني في شويه باودر وشويه ايجينول موجودين. الماتريكس اسمها ايه؟ 8 زي ما قلنا، يبقى زنك ايجينوليت. المانيبيوليشن بتاعي بقى ازاي؟ هتجيب حضرتك الباودر وتجيب الليكويد على جلاس سلاب عاديه، تعمل لهم ميكس بستانلس ستيل سباتيول، اسهل حاجه. ممكن نعمله على اويل ريزيستنت باد. حضرتك كده لما بتشتري السيمنت بتلاقي في معاك ورقه كده، ناس بتسميها واكس بيبر وناس بتسميها اويل ريزيستنت باد، اسمها التاني ده ادق شويه، الاويل ريزيستنت باد، لان هي بيبقى عليها زي طبقه بلاستيك كده، زي الجلده بتاعت الكتاب بتاعك. لما تشتري كتاب كده هتلاقي ان لو نزلت نقطه ميه عليه ما بيمتصهاش الورق، ليه؟ لان عليها طبقه بلاستيك بتمنع الامتصاص بتاع السوائل. فهي دي اللي بنقدر نعمل عليها ميكس سواء ده او ده. هتحط الباودر والليكويد ريشيو ديبندز اون ذا فيسكوستي ريكوايرد. يعني حضرتك انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل تمبوري فيلنج، فانا محتاج يبقى ماسك نفسه شويه. لا هعمل سيلر، فمحتاج الفلويديتي تزيد شويه، وهكذا. شوف حضرتك اليوز اللي حضرتك عايزها والفيسكوستي اللي انت عايزها تعملها ايه. بتخلط الباودر انكريمنتال تو ذا ليكويد، بتحط كده وتضغط جامد بالسباتيول عشان تاكد ان الليكويد دخل جوه الباودر وعمل له ويتنج. خلي بالك الليكويد هنا اويل، زيت، فمش هيبقى قوي زي الاحماض اللي هنتكلم عليها في السيمنتس اللي جاي. فعشان كده بقول لك بتعمل ميكس بشويه فورس، شويه صغنطتين، يعني مش حاجه قويه. طب لو عندي تو بيستس بقى ايكوال لينسز، اولا التو بيست بيقول لي ديفرنت كلرز. اي حاجتين هتخلطوا في طب الاسنان لازم بيقول لك وذ ديفرنت كلر. ليه؟ عشان لما تخلط تتاكد انك عملت كومبليت ميكسنج، تتاكد انك خلطتهم. لو تو بيس هتحط تو ايكوال لينسز، تعمل لهم ميكس لحد ما توصل لهوموجينس ماس، وحطهم في الكراون ويلز على طول. البروبرتيز بتاعتي بقى، اول حاجه البيولوجيكال بروبرتيز، والسؤال ده بنحبه قوي. السيمنت بتاعي نيوترال، ركز في دي، ده نيوترال. الايجينول عنده سيداتيف وباليتيف وبتندنت افكت عشان في ايجينول، يبقى زنك اوكسيد ايجينول تحطه على طول كتمبوري فيلنج. الف ب وانت مغمض اي تمبوري فيلنج مين؟ زنك اوكسيد ايجينول. ليه؟ سيداتيف وباليتيف وبتندنت، هيلطف ويسكن ويرطب على البلب اللي تعبان. بالاضافه الايجينول عنده بكتيريوستاتيك اكشن، يعني في شويه بكتيريا يمنع نموها. اوكي كده؟ يبقى في ثلاث كلمات، نيوترال، سيداتيف وباليتيف وبتندنت، بكتيريوستاتيك. خلاص كده؟ الكونسستنسي والفيلم سيكنس، لا 40 مايكرون كبيره، مش هقدر اعمله كبيرمننت سيمنت، لا ده تمبوري سيمنت. السولوبيليتي بتاعته فيري هاي سولوبيليتي، هاي سولوبيليتي بتاعته عاليه جدا. ليه بقى؟ فاكر في المايكرو ستراكشر قلت لك في شويه ايجينول موجودين؟ الايجينول ده بعد فتره كده، بعد 48 ساعه 72 ساعه 3 ايام اخره، يبتدي الايجينول ده يطلع من الماتريكس، هيخش مكانه ووتر جايه من بوق البيشنت. الووتر اللي داخله دي هتبتدي تحلل السيمنت، جميل، تدوب الماتريكس اللي اتكونت والسيمنت بتاعك يدوب. عشان كده بالحشو المؤقت بنحطه في فتره 3 ايام 4 ايام اخرك قوي. ليه؟ بالسولوبيليتي بتاعته بتبقى عاليه. الاسترنس بتاعي، لا الميكانيكال بروب بتاعته ضعيفه، كومبريسيف سترنس 15 ميجا. طبعا الارقام مش عليك، بس انا بقول لك يعني للوجه المقارنه بين السيمنتس اللي حضرتك دماغك اورينتد بيها. البيشبوك ازاي في السنه؟ السؤال ده مهم جدا. اي سيمنت لازم تعرف البيشبوك ازاي. مايكرو ميكانيكال انترلوكينج، ما بيشبكش بكيميكال بوند، لا مايكرو ميكانيكال. الاوبتيكال بروبرتيز، كل الزنك اوكسايد سيمنتس الثلاثه زنك اوكسايد اوبيك. ليه؟ في ان رياكتد زنك اوكسايد بارتكل، والزنك اوكسايد بارتكل دي بارتكل اوبيك، زي ما شفت لونها كده، كان لونها سفير كده ما بيعديش الضوء، فالبارتكلز الاوبيك دي مش هتعدي الضوء، يبقى زنك اوكسايد ايجينول اوبيك. اي سيمنت في زنك اوكسايد باودر اوبيك. الموديفيكيشنز بقى، الزنك اوكسيد ايجينول زي ما قلنا فيه مميزات حلوه قوي، ان هو نيوترال
يعني مش هيأذي البلب، مش هيعمل كيميكال ايرتيشن للبلب. ليه بكتيريوستاتيك افكت، ودي حاجه كويسه جدا لو في بكتيريا هيموتها. وتالت حاجه سيداتيف وباليتيف اوبتاندنت اللي مش موجوده في اي منتج تاني ما فيهوش فيه اجنول. يعني هو زينكس اجنول خد اللي احتكر السيداتيف والباليتيف اوبتاندنت. طيب لما لقينا الخصائص الحلوه دي بس خصائصه كلها الباقيه وحشه، ميكانيكال بروبرتيز ضعيفه وفيلم سيكنس تخين والكلام ده كله، فعملنا الموديفيكيشنز. يبقى الغرض من الموديفيكيشنز انك تتغلب على الليميتيشنز اللي عندك، تتغلب على العيوب. اول حاجه كان ضعيف، فقلنا هنعمل له رينفورسمنت عن طريق بوليمر، هحط له بوليمر. ايه البوليمر اللي حطيناها؟ حطينا بولي مثال اكريليت اللي هو الاكريليك ريزن نسبه 20% على الباودر، وحطينا على الليكويد حاجه اسمها بوليسترين، ده برضو بوليمر. يبقى ده بوليمر وبوليمر، ما اتنين اسمهم بولي، يبقى 20% على الباودر و10% على الليكويد، فبقى اسمه بوليمر رينفورسد سيمنت. تاني حاجة اسمها ايبا سيمنت. ايبا ده اختصار ايه؟ ايثوكسي بنزويك اسيد. ايه الايثوكسي بنزويك اسيد ده؟ انا حطيت بنسبة 62.5%، خلي بالك رقم كبير، ايثوكسي بنزويك اسيد، فبقى اسمه ايبا. اي بي اي، اي بي اي، اوكي كده. طبعا عملت شوية موديفيكيشنز تانية، انا حطيت على الباودر شوية الومينا، الومينا دي مادة قوية، تلتها تقريبا حطيت 30% من الباودر الومينا، دي هتزود الاسترنس بنسبة كبيرة. حطيت في المية 6% روزن وكوبوليمرز للباودر عشان تخلي البلاستيسي بتاعته تزيد. عيوب الزنك اوكسيد اجنول العادي ده ان هم مش ما بيديكش العجينة كده بلاستيك ميكس معاك سهلة التشكيل وكده، لا بتبقى زي مفرولة شوية. فلما حطينا الروزن ده والكوبوليمرز دول خلى العجينه تبقى سهله التشكيل. يبقى الايبا سيمنت انا حققت فيه عيبين كانوا عندي في زنك اوكسيد الاجنول العادي. اول حاجه الاسترنس بتاعي كان قليل فزودته عن طريق حطيت في الباودر الومينا وحطيت في الليكويد ايثوكسي بنزويك اسيد. والبلاستيستي بتاعته زودتها عن طريق ال 6% روزن وكوبوليمرز. ثالث موديفيكيشن عندي الرابيد سيت زنك اوكسيد الاجنول سيمنت. كان من ضمن عيوب زنك اوكسيد الاجنول بيقعد فتره طويله لحد ما يحصل له سيتنج. فالرابيد سيت ده لا بينشف بسرعه معانا. رابع موديفيكيشن عندي بقى اجنول فري سيمنت. الاجنول ده بيبقى اريتنت لبعض البيشنت، بيعمل حساسيه ليهم، بيعمل اريتيشن، فغيرنا الاجنول بزيت تاني. ايه الليميتيشنز بتاعت الزنك اوكسيد اجنول بقى عموما؟ ان هو الانموديفايد فورمز اللي هي القديمه، الميكانيكال بروبرتيز بتاعتها قليله والسوربيلتي بتاعتها عاليه، فبالتالي ما ينفعش استعملها كبيز اندر امالجم. تاني حاجه الاجنول سنسيتيفيتي عنده اريتيشن لبعض البيشنت، في بيشنت عنده حساسيه ليه، فبطلنا غيرنا الاويل اللي احنا بنستعمله. تالت حاجه بقى دي المهمه، الاجنول بيعمل انهيبيشن للبوليمرايزيشن رياكشن، فبالتالي ما اقدرش استعمله كبيز اندر كومبوزيت ريزن. حشوه الريزن كومبوزيت ما ينفعش تحط تحتها زنك اوكسيد اجنول زي ما شرحنا في الكومبوزيت شابتر الكومبوزيت، ولا انك تستعمله كسيمنت كتمبوري سيمنت في حشوه في سنه هتلزق عليها سيم كراون هتلزقه بريزن سيمنت. يعني ايه الكلام ده؟ انا جالي مريض النهارده وطلب مثلا نعمل له كراون زركونيا او كراون اول سيراميك، بلاش التفاصيل، كراون اول سيراميك، وانا حاطط في دماغي ان الكراون ده هيتلزق بريزن سيمنت. حلو، الكراون انا هاخده مقاس النهارده والمعمل هيجيبه لي كمان 3 ايام. في خلال الثلاث ايام دول هنعمل كراون تمبري، طربوش مؤقت هنلبسه للمريض في خلال الثلاث ايام، هلزقه بتمبري سيمنت. ايه التمبري سيمنت اللي احنا بنحطه؟ الزنك اوكسيد ايجينول. لا، ساعتها ما تستعملش زنك اوكسيد ايجينول، تعمل زنك اوكسيد ايجينول فري اللي هو الفورم اللي بتنزل اللي ما فيهاش ايجينول. لانك لو حطيت لزقت التمبري كراون ده بشويه زنك اوكسيد ايجينول، في شويه ايجينول هيخشوا جوه السنه جوه الدنتال تيبيولز كده ويفضلوا قاعدين. حضرتك تيجي تلزق بعد ثلاث ايام بالريزن سيمت ما يلزقش، تعمل انهبيشن للبوليمرايزيشن رياكشن. يبقى جيف ريزون اتنين، جيف ريزون كده ليه ما بنعملش زنك اوكسيد ايجينول كبيز اندر امالجم؟ تقول لي عشان له ميكانيكال بروبرتيز. ليه ما نستعملوش بيز تحت الكومبوزيت ريزن؟ عشان هيعمل انهبيشن للبوليمرايزيشن رياكشن. خدت بالك من الاثنين؟ تفرق لي بين الاثنين ما تلخبطش. اليوز بتاعته بقى ممكن تستعمله كتمبوري فيلينج زي ما اتفقنا، ممكن تمبوري سيمنت زي ما احنا لسه شارحين، بيرمننت سيمنت، وده الموديفايد تايبس. التايبس اللي عملنا لها موديفيكيشنز دي ابتدت السيكنس بتاعها يبقى رفيع، فممكن نعمل بيها بيرمننت سيمنتيشن. نستعمله كبيز اندر امالجم، وطبعا الموديفايد فورم اللي هي الاي ار ام اللي هي اللي حضرتك شايفها دي اللي هي انترميديت ستورتيف ماتيريال، دي تستعملها كبيز تحت الامالجم عادي. الموديفايد لو قلت لي زنك اوكسيد اجنول وسكت كبيز اندر امالجم غلط، لازم تقول لي الموديفايد فورم. سيرجيكال اند برودونتال باك، ادي عمليه جراحيه عملناها،
فحطينا فيها زنكو ساديجينول. طبعا مش زنكو ساديجينول العادي، لا ده بيبقى فورمه مخصوصه بتتباع ان هي سيرجيكال او بيردونتال باك، تو ايكوال لينسز ميكس وتحطهم جوه بوق البيشنت كده وتسيبهم ينشفوا. روت كانال سيلر زي ما اتفقنا، اجل بنحط جتابركة كده حاجات كتيره. الاول بنحط فيه السيمنت هنا، او التكنيك الثانيه اللي معلنا من تكنيك الاندو دلوقتي اللي بنقفل بيها. بس حضرتك شايف الجتابركة اللي بنحطها الصوابع دي بتتقفل ببعضها عن طريق الاندونتك سيلر. في من ضمن الاندونتك سيلرز الزنكسوديجينول فورمولا. هنتكلم على تاني حاجه اللي هي الووتر بيزد سيمنت، السيمنت اللي فيها زنك فوسفيت سيمنت وزنك بوليكربوكسيت سيمنت وجلاس اينومر سيمنت. نمسكهم واحد واحد. الزنك فوسفيت سيمنت ده واحد من اقدم السيمنتس اللي اتعملت في طب الاسنان، ولسه لحد النهارده موجود اللي عنده تاريخ من النجاحات الكبيره وهتلاقيه في كل عياده اسنان. المود اوف سبلاي بتاعي باودر وليكويد زي ما حضرتك شايف كده، ادي الباودر وادي الليكويد، بيجي لي بعد سكوب يقول لك تاخد مثلا معلقه من هنا على نقطتين. الكومبوزيشن بتاعي زي ما اتفقنا، انا الكومبوزيشن هنقول المين انجريدينت اللي هو الزنك اوكسيد بس، مع شويه حاجات ثانيه زي المغنيزيوم اوكسيد عشان تخلي تديني وايت كلر شويه، تتحكم في سيتنج رياكشن، بنحط سيليكا والومنا عشان تزود الميكانيكال بروبرتيز. في بعض الفورمولاز هتلاقي في ستانس فلورايد اللي هو عشان يعمل فلورايد ريليز. الزنك فوسفيت العادي ما بيطلعش فلورايد الا لو لقيت زنك فوسفيت مكتوب جنبيه مثلا اف، او مكتوب بيقول لك او فلورايد ريزنج او حاجه زي كده، فاحنا بنحط فيه الستانس فلورايد. دي معلومه ليك عشان حضرتك لما تخش في العياده وتشتري تبقى فاهم ايه في ايه الحرف الاف اللي موجود جنب اسم السيمنت ده، انما لما اجي اسالك في الامتحان الزنك فوسفيت بيطلع فلورايد تقول لي لا، عايز حضرتك تجاوب تقول لي في بعض الفورمولا بنحطها، ويا ريت ما تجاوبش انت لسه اندر جراديوت. الليكو ده بيتكون من ايه؟ فوسفوريك اسيد. غلط، مش فوسفوريك اسيد، ايكواس سوليوشن اوف فوسفوريك اسيد. الفوسفوريك اسيد لوحده ده مش بنستعمله، لازم تخلطه بميه، لازم يبقى مخفف. ايكواس سوليوشن، ايكواس جاي من كلمه اكوا اللي هي ميه. اوكي، الاوكسايدز في الباودر بتعمل بافرز اللي هي عشان تعدل الاسيديتي بتاعه الفوسفوريك اسيد، وبالتالي هتتحكم في الوركينج تايم. السيتنج رياكشن بتاعي از ان اسيد بيز رياكشن. اللي فات كان ايه؟ زنكو ساديجينول كان ايه؟ كيليشن، انما ده اسيد بيز رياكشن. تفاصيل التفاعل اقراها كده يعني. الاسيد بيعمل ديسولف للسوبرفيشال لاير، هيدوب الحاجه الخارجيه وبتجي تكون لي الزنك فوسفيت ده هو. بعد فتره الهيدريت زنك فوسفيت بيتفاعل مع الميه يديني الزنك فوسفيت ماتريكس دي. التفاعل بتاعي بيبقى رابد واكزوثيرمك، خلي بالك من الحاجتين دول عشان دول هيترتب عليهم كلام كتير قوي، تفاعل رابد والتفاعل اكزوثيرمك. المايكرو ستراكشر زي ما قلنا الثلاثه، كورد ستراكشر كومبوزد اوف ان رياكتد بارتكل اوف الباودر اللي هو مين؟ زنك اوكسيد، برافو عليك. وماتريكس اوف 8 اللي هي ايه؟ سيمنت اسمه الليكو اسمه فوسفوريك اسيد، يبقى زنك فوسفيت. يبقى اقرا تاني، كورد ستراكشر كومبوزد اوف ماتريكس اوف هايدريتد زنك فوسفيت سيمنت ماتريكس، بتحط جواها ان رياكتد بارتكل اوف زنك اوكسيد باودر. المانيبيليشن بتاعي بقى، عندي الباودر ليكويد ريشيو على حسب البيربوس. في عندي حاجتين ممكن استعملها كثين كونسيستنسي عشان اعمل بيها ليوتنج، صمغ الزق بيه او لزق الزق بيه كراون، او استعملها كبيز. شايف البيز بتاعتي ازاي تخينه كده عشان اعملها كبيز اندر امالجم. يبقى عندي حاجتين، ممكن ثين وممكن ثيك. حضرتك لما تفتح البروشور بتاع الراجل اللي انت اشتريت منه، مبدئيا كده عايزين نتفق على حاجه، كل ماتيريال تجيب لي الورقه بتاعتها وتقراها تعرف هتحط قد ايه باودر ولا قد ايه ليكويد. جميل، مش بنشتغل كده جدعانه. هتلاقي الراجل حاطط لك سكوب معلقه، يقول لك مثلا حط معلقه على نقطه، او حط معلقتين على نقطتين، او مع ثلاث معالق على اربع نقط وهكذا. شوف الراجل بيقول ايه وامشي زي ما بيقول. انا مش كاتب لك ان الباودر ليكويد 3 لواحد و2 لواحد والكلام ده كله، لا امشي زي الراجل ما بيقول. اوكي، المعلقه دي ليها معيار، والفتحه بتاعه الليكويد ليها فتحه محدده بحيث ان النقطه لما تنزل بمقدار محدد يناسب حجم الباودر. متفقين على كده؟ في الزنك فوسفيت بقى لما تيجي تقرا البروشور بتاعه والمانيوال بتاعه من جوه هتلاقي يقول لك لو انت عايز سيمنت حط كذا لكذا، عايز بيز حط كذا لكذا. هتلاقي النسبه هنا الليكويد في اليوتنج اعلى طبعا عشان يديني الفلو عالي. الكونسيستنسي في البيز هتلاقيها سيك شويه، هتلاقي نسبه الباودر اعلى. الميكسنج هعمل حاجات بقى كتيره بقى. ستانلس ستيل سباتولا مفيش فيها مشكله، اوفر جلاس سلاب، مش اي جلاس سلاب. معلومه ليك بقى طبعا، ده كان ليكويد عندي
سبته مفتوح فباظ. شايف لونه بقى غامق ازاي، بقى توربد ازاي، كلاودي ابيرنس المنظر ده، خلاص باظ. انا رميته، ما بطلت استعمله، شيلته عشان اصوره، ده موضوع تاني. انما حضرتك لو لقيت المنظر ده في العياده عندك ارميه، المفروض اللون ده بيكون شفاف. اوكي، الفورمولا دي فيها فلورايد فكان غامق سنه، ما علينا من التفاصيل، بس لما غمق اكتر برضه رميناه. شايف انا نسيت الغطا مفتوح ازاي، باظ، نرميه. اوكي، لوس اوف ووتر ريزلت ان كلاودي ابيرنس اوف ذا ليكويد، كلاودي ابيرنس ده شود بي ديسكاردد، يعني ترميه في الزباله خلاص مش عايزينه. اوكي، كارول بقى حضرتك كده تاخدها من يوم ما دخلت الكليه دي ان شاء الله، طول ما انت شغال في طب الاسنان، اي ازازه تفتحها تقفلها على طول في وقتها، ما تسيبش حاجه مفتوحه. اي حاجه بقى بوندنج ايجنت بتاع كومبوزيت سيمنت ليكويد اي حاجه، بنفتح نستعمل ونقفل على طول في وقتها، ما تسيبش حاجه مفتوحه، علشان في حاجات هتتطاير، حاجات هتتبخر، ده هياثر على الكومبوزيشن بتاعك، وبالتالي البروبرتيز بتاعتك هتختلف. هنا انا فقدت شويه ميه من الليكويد اللي هو ايكواس سوليوشن اوف فوسفوريك اسيد، انا كده زودت الفيسكوستي بتاعتي، زودت الاسيديتي بتاعتي، زودت مشاكل كتيره، يبقى السيمنت مش هيديك البروبرتيز بتاعتك اللي مظبوطه. زي ما احنا شايفين هنا بيقول لك ان الووتر ايفابوريشن من الليكويد هتقلل البي اتش، يعني هتخليه مور اسيدك، رقم البي اتش لما ينزل الاسيديتي بتاعتي بتزيد. اند ريزلتنج ان سلوينج سيتنج ريكشن، تفاعلها بتاعك هيبقى بطيء، والخصائص بتاعت السيمنت هتبقى مش كويسه. طيب اتغلب على المشكله دي ازاي، مشكله فقد الووتر ازاي؟ اول حاجه كيب ذا بوتل تايتلي كلوزد، افتح الازازه نقط واقفل على طول، سيبها مقفوله على طول. لما تيجي تعمل السيمنت ما تجيش انت مثلا المريض اول ما دخل لك في العياده وانت لسه شغال في الكافيتي تقول للاسيستنت جهزي لي السيمنت، لا 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 يا حبيبي، بعد ما تخلص الكافيتي كله وكل حاجه خلاص ونويت انك تشتغل دلوقتي تحط السيمنت، تقول للاسيستنت تعمل لك، تنزل لك من الباودر، تفتح الباودر والليكويد تعمل لهم ديسبنس، ديسبنس يعني تنزلهم دلوقتي، تنزلهم من العلبه على البلاس سلام. اول بعد كده تنزل الباودر الاول قبل الليكويد، ليه؟ عشان تاخد مثلا ال 15 ثانيه دول ما يلحقش حاجه تتبخر فيهم. اوكي، يبقى هعمل اسيب الازازه على طول مقفوله، تعمل تنزل السيمنت باودر وليكويد قبل ما تستعمل على طول، وتنزل الباودر قبل الليكويد. السيتنج رياكشن زي ما اتفقنا ان هو اكزوثيرميك رياكشن، حراره بتاعته عاليه، يعني هيطلع حراره، مش ده تفاعل كيميائي؟ اه، يعني وجود الحراره هتخليه يبقى سريع، يعني انا قلت لك اصلا ان هو سريع وبيطلع حراره هتسرعه اكتر كمان، يبقى عندك الوركينج تايم بتاعك بقى قليل قوي. طب نقدر نتغلب على الموضوع ده؟ اه، لو عملت ديسيبيشن للهيت، ديسيبيتد يعني اتخلص منها، الحراره بتطلع دي اتخلص منها، اتخلص منها ازاي؟ بالاربع حاجات دول تحفظهم لي زي اسمك، سؤال مهم جدا. اتنين ميكس واتنين جلاس سلاب. ميكس اوفر وايد اريا، يعني وانت بتعمل ميكس كده تملى الجلاس سلاب كلها بالسيمنت. ميكس انكريمنتال يعني ايه؟ يعني تقسم الباودر اجزاء وتعمل لها خلط، زي ما هنشرح الكلام ده دلوقتي بالتفصيل. تستعمل لي ثيك جلاس سلاب، تروح حضرتك كده للراجل بتاع الازاز تقول له انا عايز ازاز تخين، اللي هو ازاز ال 10 مللي ده اللي هو تخين، او ممكن تلاقيه اتخن كمان. عايز حته ازازه تخينه كده علشان زنك فوسفيت. تاني حاجه تخلي الجلاس سلاب كول مش كولد، كول يعني يا دوب مسقعه كده شويه، سقعانه خفيف. ادي الصوره اللي احنا شايفينها انكريمنتال ميكسنج، ادي مقسم الباودر لكذا اجزاء من 6 ل 8 اجزاء. ادي الجلاس سلاب شايفها سيك ازاي، الجلاس سلاب متخينه مش مرفيعه، وبتعمل ميكسنج على وايد اريا، شايف انا شاغل قد ايه من حته الجلاس سلاب على الميكس. وده الانكريمنتال ميكسنج، ان انا بحط جزء واعمل له ميكس على الليكويد كله، وبعد كده ازود جزء تاني وجزء تالت وهكذا لحد ما اوصل للكونسستنسي اللي انا عايزه. هنا بقى بيقول لك ما تعديش الديو بوينت، يعني كلمه ديو بوينت هي نقطه تكثف الماء. لو انا جبت الجلاس سلاب وحطيتها في الثلاجه وسبتها تسقع، بمجرد ما اجي اشيلها من الثلاجه واحطها الاقيها عملت المنظر ده اللي حضرتك شايفه ده. زي ما حضرتك كده في اليوم الحر بتحط الميه في الثلاجه، بمجرد ما تطلعها ما فيش 10 دقائق بتلاقيها عملت المنظر ده. مشكله المنظر ده في ايه؟ ان انا حملت هنا تكثف الميه. الميه دي هتغير الكومبوزيشن بتاع الليكويد بتاعك اللي هو الايكوسوليشن فوسفوريك اسيد، وبالتالي هتغير خصائص السيمنت كلها. فعشان كده بيقول لك ايه؟ نوت اكسيد او شود بي اباف الديو بوينت، الجلاس سلاب التمبرش بتاع الجلاس سلاب تبقى اعلى من الديو بوينت عشان ما يحصلش تكثف، لو درجه حراره الجلاس سلاب اقل منها فيبتدي يحصل تكثف للميه. يبقى نراجع تاني ازاي هنعمل الهيت ديسيبيشن، ميكس اوفر وايد اريا زي ما حضرتك شفت كده، الميكس على مساحه كبيره من الجلاس سلاب،
وميكس انكريمنتالي، تحط جزء جزء جزء، ميكس على ثيك جلاس سلاب، الجلاس سلاب تبقى تخينه والجلاس سلاب تبقى كول نوت كولد، خلي بالك من الكلمه دي كول جلاس سلاب. يبقى الميكس ايه هما الاثنين؟ ميكس وايد اريا وانكريمنتال، الاثنين جلاس سلاب ثيك وكول جلاس سلاب. نيجي للبروبرتيز بتاعتي، البيولوجيكال بروبرتيز، لا هو هايلي اسيديك. البي اتش اول ما بنعمل ميكس تبقى 1 و3 ل 3 و6 من 10 فيري اسيديك هايلي اسيديك. بعد ساعة بتطلع لحد 6 و6 ستيل اسيديك، بس بعد ساعة يعني، بس اول ساعة دي حاجة خطرة جدا. وبتوصل نيوترال عند 24 ساعة ل 48 ساعة. الاسيديتي دي هتعمل ايه؟ لو انا قريب قوي من البلب لازم احط صب بيزم الكالسيوم هيدروكسيد، زي ما هناخد الكالسيوم هيدروكسيد وتفهم فايدته ايه. ليه بنحط الكالسيوم هيدروكسيد؟ عشان امنع الكيميكال اريتيشن بتاع الزنك فوسفيت اللي هي بتاع الصفرة دي. انا احط زنك فوسفيت بيز يبقى تحتيها صب بيز من الكالسيوم هيدروكسيد. بتفيدني في ايه برضو حته الاسيدك دي او ايه الكلينيكال امبليكيشنز بتاعتها؟ اول ما بتلزق للمريض ممكن يقول لك يا دكتور في وجع كده قعد كام دقيقه لحد ما الجسم يتعود على الاسيدتي بتاعت السيمنت بتاعك. فالاسيدك هو اسيدك اريتيشن للبلب، عنده هاي اريتيشن للبلب. لو في الفلورايد كونتيننج برودكتس بتطلع فلورايد، فالفلورايد ليه انتي كاريجينيك افكت، زي ما احنا عارفين الفلورايد بيحارب التسوس. الكونسيستنس اند فيلم سيكنس 25 مايكرون، فاقدر استعمله كبيرمننت سيمنت. السوبيليتي بتاعته بعد ما بينشف السوبيليتي بتاعته قليله جدا، دي حاجه كويسه. ستيل سوليبل برضه يعني من 1 من 10 ل 2 من 10 افتر 24 اورز. وبمناسبه اي سيمنت سوليبل كرول كده ممنوع منعا باتا تحط حته من السيمنت على الكافيتي مارجنز، يعني البيز او السيمنت يبقى قاعد على الدنتين مش لامس الانامل خالص. حضرتك في الامتحان لو بتعمل سنه وجينا بصينا على بيز والدكتور شافك انك حاطط بيز على الانامل، لا حضرتك ان شاء الله مش هتعملها الترم الجاي، يعني هتجيب درجه وحشه يعني ممكن تسقط. ليه؟ دي حاجه كارثيه جدا. ليه؟ السيمنت كده كده هيدوب، اوكي، عنده معدل سوليبيليتي عالي. السوليبيليتي بتاعته دي لما تدوب هتسيب مكانها ايه؟ ما انا حاطط حته سيمنت على المارجن، هتدوب هتسيب مكانها فاضي، هيدخل فود وسلايفا وبكتيريا ريكارنت كيرز والسنه سوسي الثاني في اسرع ما حضرتك تتخيل. عشان كده بنقول منعا باتا ممنوع السيمنت يجي على الكافيتي مارجنز، اي سيمنت مهما كان، اوكي؟ فالسوليبيليتي بتاعته لو، بس ستيل برضه بيدوب، يعني بعد فتره هيدوب ويعمل لك الريكارنت كيرز. مش محتاج اقول طبعا ان لو الباودر نسبته قلت السوليبيليتي نسبتها هتزيد. الميكانيكال بروبرتيز بتاعتي هو بريتل ماتيريال، يعني الكونفرشن بتاعه اعلى من التنشن، الكونفرشن زي ما احنا شايفين من 90 ل 140، التنسايل من 5 ل 7 ميجا باسكال. الموديوس فلاسيستي بتاعه بقى قريب جدا من الدنتين، عشان كده ده الموست سيوتابل سيمنت استعمله كبيز اندر امالجم. يعني ايه الكلام ده؟ انا عايز اعمل بيز تحت الامالجم، محتاج ايه؟ ماده الموديوس بتاعها شبه الدنتين. ليه؟ عشان ما المريض ياكل الاثنين يتنوا بنفس المعدل. ما انت حضرتك لو حطيت ماده الموديولس بتاعها اعلى او اقل من الدنتين بعيد قوي، يعني كده في مشكله عندي. ايه هي؟ نفس مشكله ان حضرتك حطيت لوح ازاز على مخده، في اتنين مش متطابقين مع بعض. لا، لو الاتنين زي بعض الدنيا كويس، يعني حضرتك حطيت لوحين ازاز فوق بعض مفيش فيها مشكله، ليه الموديولس بتاعهم قريب من بعض؟ اوكي، يبقى في سؤال هنا جيف ريزون، ايه السيمنت اللي بنحبه كبيز اندر امالجام؟ تقول لي زنك فوسفيت. اقول لك جيف ريزون ليه؟ تقول لي عشان عنده الموديولس بتاعه قريب من الدنتين، سيميلر تو دنتين. اوكي، يجي السؤال يجي لك في العملي ويجي لك في النظري. البوندنج بيشبك برضه مايكرو ميكانيكال انترلوكينج، ام سي كيو مهم جدا. الاوبتيكال بروبرتيز زي ما قلنا قبل كده برضه اوبيك عشان جواه ان رياكتد زنك اوكسايد بارتكلز. ثيرمال والكتريكال كوندكتيفيتي، لا بيقدر يعزلهم بصوره كبيره بس مش زي الدنتين. احسن انسوليتور عندك الدنتين، عشان كده لما بتبقى قاعد في سكشن الاوبرتيف تلاقي الدكتور كل شويه يزعق لك، ليه يا ابني اكلت كتير من السن؟ غلط، ما تشيلش من الدنتين. ليه؟ احسن ماده تعزل ثيرمال والكتريكال وكيميكال برضو الدنتين. فبعد اذن حضرتك نخلي بالنا واحنا بنشيل من التوس ستراكشر. اليوز بتاعته هي بقى بيرمننت سيمنت. ليه؟ لان هو المايكرو الفيلم سيكنس بتاعه 25 مايكرون. فور مين بقى؟ فور ميتاليك اند ميتال سيراميك ريستوريشنز. ليه؟ عشان الاثنين دول مش استاتيك، مش ترانسلوسنت. الميتاليك كده كده معدن، والسيرامو ميتاليك حته معدن فوقها بورسلين. ستيل الاثنين فيهم حته اوبيك، فمش هتعدي الضوء، فمش فارق معايا السيمنت بقى. تاني استعمال ليه البيز اندر امالجم زي ما اتفقنا. تالت حاجه تمبري فيلنج ماتيريال، وبصراحه الكلام ده كان نقدر نقول عليه من زمان.
او التمبوري فيلنج ان انا احط الحشوه مثلا تقعد لفتره طويله لحد ما اغيرها بحشوه بيرمننت لاسباب او كتيره، يعني مش دي وجهه الكلام بتاعنا. بس طبعا كتمبوري فيلنج ماتيريال انا كدكتور اسنان اخر ماده هفكر فيها هي الزنك فوسفيت سيمنت. في مواد كتيره دلوقتي واحسن بكتير من زنك فوسفيت في حته التمبوري فيلنج ماتيريال، انما استعماله الاساسي رقم واحد واثنين بيرمننت سيمنت وبيز اندر امالجام. وما تنساش تقول البيرمان سيمنت للميتاليك والميتاليك سيراميك. نخش على تاني واحد اللي هو الزنك بوليكربوكسيليت سيمنت. ده اول سيمنت اتعمل كان بيعمل كيميكال بوند مع تو ستراكشر. المود اوف سبلاي بيجي لي ازاي؟ في شكل باودر وليكويد او ووتر سيتابل سيمنت. يعني ايه الكلمه الجديده دي؟ ايه الووتر سيتابل سيمنت ده؟ باودر وليكويد عادي مفيش فيها مشكله، زي الباودر زي الزنك اوكسايد، زي زنك فوسفيت، زنك اوكسايد ومغنيزيوم اوكسايد وسيليكا والومنيوم ونفس التركيب هو هو. وهنا عايز اقول لك على حاجه، التركيب المين كومبوزيشن هو هو، انما في عناصر صغنطوطه بنحطها بنسب قليله بتفرق من الشركه دي للشركه دي. يعني ما ينفعش حضرتك تجيب زنك فوسفيت باودر وتبدله بالزنك بوليكربوكسيت باودر، لا مش هينفع، ما ينفعش. ليه؟ لان في عناصر قليله نسبتها 1% واقل كمان من كده بتغير الخصائص بصوره كبيره، فما ينفعش احط ده على ده. الليكويد بتاعي من 30 ل 40% ايكوا سوليوشن اوف مين بقى؟ كوبوليمر. يعني كلمه كوبوليمر يعني بوليمر من كذا نوع، من اللي بتاعهم البولي اكريليك اسيد مع شويه احماض ثانيه زي الايتاكونيك اسيد والماليك اسيد، الاثنين دول هيقللوا فرصه ان يحصل جيليشن ديورنج ستورج. البولي اكريليك اسيد لو سبته فتره بيقلب زي العسل كده، الفيسكوسي بتاعته تزيد بزياده تبقى مش كويسه يتقل معاك. بنحط صوديوم هيدروكسيد بعد كده عشان يظبط البي اتش، بنحط تارتاريك اسيد عشان يزود الوركينج تايم او يظبط الوركينج تايم بمعنى اخر. يبقى انا عندي في كده كام اسيد؟ بولي اكريليك، ايتاكونيك، ماليك، تارتاريك، عشان كده لجأنا للفظ كوبوليمر. اوكي، يبقى هو 30 40% ايكوال سوليوشن، لازم كلمه ايكوال سوليوشن وتقول لي كوبوليمر اوف بولي اكريليك اسيد وشويه الاسيدز الثانيه. ليه عملنا الووتر سيتابل سيمنت؟ بص يا سيدي، انا هنا جبت البولي اكريليك اسيد ده، وجبت هنا الووتر سيتابل سيمنت بتاع البولي كربوكسيليك اسيد، هو هو بولي اكريليك او بولي كربوكسيليك. هقول الكلمتين بالتبادل، الاثنين نفس المعنى، بولي اكريليك وبولي كربوكسيليك، مش هلخبط منهم. اوكي، يعني السيمنت ممكن تسميه زنك بولي كربوكسيليت او زنك بولي اكريليت، مفيش مشكله الاثنين واحد. طيب يبقى ده بولي اكريليك اسيد وده الووتر سيتابل سيمنت، الليكويد بتاع الووتر سيتابل سيمنت. الفكره في ايه؟ الورقه دي انا جبتها ووقفتها، بعد فتره شايف السيمنت العادي اللي هو شبه الميه ده حصل فيه ايه؟ جري تحت. بص ده لا، الفيسكوستي بتاعته قليله فبينزل بالراحه. ده اللي انا عايز اقوله لك عليه، ان فكره ايه البولي كربوكسيليك اسيد، ايه هو ايه هو هنا المشكله؟ ان عنده فيسكوستي عاليه. الفيسكوستي دي هتضايقك وانت بتعمل ميكس، ده رقم واحد. رقم اتنين هتضايقك ان بعد فتره يحصل لها جيليشن، هتبقى زي العسل التقيل. فعملنا فكره، فكره زي ايه؟ فكره زي الشاي بلبن. ايه هي؟ اول حاجه هنا اللي بنقول ليه عملنا الفورميلا دي، سمبليفاي اتشيفنج كوركت ريشيو بتوين باودر اند ليكويد، لان الفيسكوستي لما تزيد هتلاقيها بتنزل معاك بصعوبه من العلبه، فهتبقى مشكله معاك حتى برضو في الميكس. وتاني حاجه الفيسكوستي مع الاستورج هيحصل لها انكريزنج، فانا همنع المشكله دي. اوكي، طيب عملنا الفكره ازاي بقى؟ نفس فكره اللبن البودره. ايه الفرق بين اللبن العادي واللبن البودره؟ اللبن العادي بيجي على طول كده من البقره نحطه على طول، انما ده انا جبته وعملت له فريزد درايد، يعني ايه؟ جمدته ونشفته ونزعت منه الميه. لما اجيب البولي اكريليك اسيد وانشفه هنزع منه الميه، عشان كده بقول لك حاجتين، كلمه فريزد بجمده الاول، ودرايد يعني بسحب منه الميه. سحبت منه الميه بقى زي اللبن البودره فبقى باودر. حط الباودر على الباودر هيدفع له؟ لا. تعالى على الشاي بلبن كده، هات الباودر بتاع اللبن على الباودر بتاع الشاي، هيتخلطوا ولا اي حاجه؟ نفس التريك عندي هنا. فساعتها وما انا اجيب البولي اكريليك اسيد او البولي كربوكسيليك اسيد اللي فيه المشكله ده، اللي الفيسكوستي بتاعته بتزيد وعامل لي مشاكل وحوارات كتيره، ده هجمده واقلبه باودر فريزد درايد، هجمده وانشفه واسحب منه الماء. اوكي، واحطه على الباودر بتاعي اللي هو زنك اوكسيد، الزنك اوكسيد باودر. في مشكله حصلت؟ لا مفيش. هيدفع له؟ لا. هاجي بقى ادي له الدكتور، هبيع له الباودر ده، هقول له حاجتين، يا دكتور شايف الباودر ده؟ اه. هات شويه ميه مقطره من عندك وخلطه بيها. اوكي،
بس هو مش ده اللي بيحصل، هو اللي بيحصل حاجه تانية. مش انا قلت لك ان الليكويد كوبوليمر فيه كذا اسيدز تانيين زي الايتاكونيك والماليك والتارتاريك، الثلاثه دول ما فيش فيهم المشكله بتاعت الفيسكوستي اللي بتزيد والكلام ده كله. فقال لك طيب يبقى انا هسحب اللي عامل المشكله اللي هو البولي اكريليك اسيد او البولي كربوكسيليك اسيد واقلبه بودره. جميل؟ واخلي الثلاثه ليكويدز التانيين هديهم للدكتور. اوكي؟ الثلاثه التانيين اللي هو في الصوره اللي احنا شفناها الميه اللي نزلت بسرعه دي اللي اتزحلقت بسرعه، ما فيش فيها مشكله خالص. طب لما اجي اعمل ميكس بقى هعمل ايه؟ حضرتك هتجيب الباودر تحطه على الجلاس سلاب. الباودر فيه مين؟ الزنك اوكسيد باودر والبولي كربوكسيليك اسيد كباودر. والليكويد في باقي الاسيدز التانيين اللي هي الكوبوليمرز التانيين ايتاكونيك وماليك وتارتاريك. حلو كده؟ اخلطهم على بعض خلاص اتحلت المشكله. في بقى بيقول لك ان هو عنده اكستندد وركينج تايم، يعني الوقت الوركينج تايم بتاعه بيزيد. ليه حضرتك؟ ادي الشاي بلبن بتاعي. تخيل كده لو انا جبت شاي وخلطته باللبن العادي اللي هو اللي جاي من البقره ده. اوكي؟ في مشكله؟ لا على طول خلص معايا. طب لو انا جايب لبن نيدو لبن البودره ده هتعمل ايه؟ لا حضرتك الاول هتحط الباودر بتاع اللبن وتخلطه تقلبه كويس، هياخد وقت لحد ما يدوب يتحول للبن السائل العادي، وبعد كده يبتدي يتخلط بالشاي بلبن. حلو كده؟ يعني لو انا جيت حطيت شاي بلبن هقلبه اكتر، شاي لبن بودره هقلبه وقت اكتر ما شاي بلبن عادي. لا شاي بلبن عادي دوب مع تقلبتين كده خلص، انما شاي بلبن بودره لا بتدوب كتير عشان اللبن يدوب. فهي الفكره اللي انا بقول لك عليها ان اكستندد وركينج تايم. ليه؟ عشان بحتاج اديشنال تايم، وقت اضافي نيدد تو ديسولف ذا درايد اسيد عشان ادوب الاسيد اللي عملت له درايد قبل كده، قبل ما ابتدي الاسيد بيز رياكشن التفاعل العادي بتاعي. طيب السيتنج رياكشن ايه هو؟ برضو اسيد بيز رياكشن. ايونايز ذا كوبوليمر اللي هو الكوبوليمر اللي هو في جروب نهائيه سي او او اتش جروب، هيحصل له ايونايزيشن عشان في ميه، ما الميه تعمل ايونايزيشن فيبقى سي او او ماينس. ده هيعمل الاسيد اللي طلع ده هيعمل اتاك للسوبرفيشال لير من زنك اوكسيد باودر، فيطلع العناصر اللي فيها الزنك، هيبقى حصل ريليز للزنك ايونز. الزنك ايونز ده الزنك كايون ليه دراعين، دراع بوزيتيف ودراع بوزيتيف تاني، ما هو زد بلس بلس زد ان بلس بلس. اوكي؟ تكافؤ ثنائي. التكافؤ الثنائي ده واحد هيمسك في الدراع ده في السي او اتش بتاعت اسيد، والتاني هيسبك في سي او اتش سي او او بتاعت اسيد تاني. ادي الكلام ده اللي ما فهمناهوش قعد نرغي فيه. ادي البوليمر تشين زي خلاص، ادي بوليمر تشين ثانيه عليها سي او او نيجاتيف، ما هي الاتش عملت اتاك لللاير الخارجيه للبودر طلعت الزنك زي ما احنا شايفين. الزنك هيعمل ايه؟ هيبتدي يطلع بره اهو، الزنك طلع من مكانه. هيعمل ايه الزنك؟ هيبتدي يربط للتشينز دي، اهي واحده زنك عندها بلس بلس وهنا في واحده ماينس واحده ماينس، يبقى واحده بلس هنا تشبك مع ماينس واحده بلس تشبك مع ماينس، وهكذا وهكذا ما حدك شايف. يبقى الرول بتاع الزنك عمل ايه؟ عمل كروس لينكينج للماتريكس اللي احنا شايفينها. البولي كربوكسيليك تشينز دي حصل لها تربيط عن طريق الزنك ايون اللي موجود. السيتنج رياكشن اسرع من الزنك فوسفيت سيمنت، سريع برضه، فالوركينج تايم بتاعي قليل. المايكرو ستراكشر بتاعي اخباره ايه؟ زي ما اتفقنا برضه مش هنلغيها. كورد ستراكشر فورمد اوف ماتكس اوف زنك بولي كربوكسيليت او بولي اكريليت بناء على الاسم، لو تاكل اسمين زي بعض. هولدنج اندر اكتف بارتيكل اوف زنك اوكسيد باودر، نفس المايكرو ستراكشر بتاع اللي قبليه كله. المانيبيليشن بتاعي بقى هتحط الباودر على الليكويد حسب ما انت عايز بقى تعمل له سيمنت، عايز تعمله كبيز اللي انت عايزه. هنا هنستعمل بلاستيك سباتيولا، شايف الصوره اللي بيبيع بتاع بيقول لك لازم بلاستيك سباتيولا كده. ليه بقى بلاستيك سباتيولا؟ وي اويل ريزيستنت باد او اللي هي النون ابزوربنت بيبر. ليه الاثنين دول؟ هنقول دلوقتي. ما ينفعش نستعمل ستانلس ستيل سباتيولا لان هي هتعمل كيميكال بومب مع السيمنت، مع بيولوجيك كده، مش انا قلت لك هو السي او او دي بتشبك مع اي حاجه بوزيتيف اللي هي الميتالز عموما. ما هو الزنك ده ميتاليك ايون. يبقى حضرتك الستانلس ستيل برضه ميتاليك، يبقى هيعمل مع كيميكال بومب. يبقى ما ينفعش نستعمل الستانلس ستيل سباتيولا. نفس زي ما اتفقنا في الزنك فوسفيت، اعمل ديسبنسنج جاست بيفور ميكسنج، يعني ما تخليش الاسيستنت تعمل لك الميكس بتاعك وانت لسه هتشتغل، او تعمل ديسبنس او تنزل حتى البودر والليكود قبل فتره عشان الليكود ما يتبخرش. الوركينج تايم بتاعي اقصر من الزنك فوسفيت سيمنت، هقدر اتغلب على المشكله دي
مش هنتغلى عليها بس مش قوي، مش هقدر احلها حل نهائي. اعمل انكريمنتال ميكسنج بس نص ونص. في حاله الزنك فوسفيت انا كنت بقول لك قسم من 6 ل 8، لا هنا قسم النص بس، حط نص البودر واخلط وحط النص الثاني، فمش هتساعدنا قوي. سقع البودر مش الليكويد. ليه البودر مش الليكويد؟ البودر كده كده لما يسقع ما فيش فيها مشكله. طب لو سقعت الليكويد يا سيدي، ما انا قاعد برغي لك اصلا ان الليكويد فيه فيسكوستي والفيسكوستي بتاعته عامله لي مشكله، لما تسقعه الفيسكوستي هتزيد، انت كده بتعقد المشكله. الكلام ده كان زمان، الريسنت فورمولاز دلوقتي لا، ادتني وركينج تايم احسن. لما ظبطت نسبه التارتريك اسيد فالوركينج تايم بتاعي اتظبط، فالمشكله دي ابتدت تقل بصوره كبيره. بيقول لك اعمل كولينج للليكويد، او ان انا استعملت كول جلاس سلاب، ده مشكله. ليه؟ لان الحاجتين دول هتخلي الفيسكوستي تزيد. لما احط الجلاس سلاب بتاعتي تبقى ساقعه واحط عليها الليكويد يبقى كاني سقعت الليكويد. او كولينج للليكويد، انا جبت الليكويد وحطيته في الثلاجه فسقع فالفيسكوستي بتاعته زادت، يبقى كده كده الحلين دول ما ينفعوش. It is not recommended، بعد اذنك ما تعملش العمله دي. عايز تسقع، سقع الباودر. في حاجه تانية بقى في الفيسكوستي، وحضرتك بتعمل مانيبيوليشن ميكسنج بالسباتولا كده، اضغط سنه زياده. ليه؟ هتزود الشير ريت. الشير الماده دي سودو بلاستيك. يعني ايه كلمه سودو بلاستيك؟ سودو بلاستيك يعني لو عدت لها شير في الفيسكوستي بتاعتي بتقل. فاكر الاكزامبل بتاع الفيزيكال بروبرتيز زي الكاتشب؟ اهوت الكاتشب اهو، لما بينزل من الفوهه العاليه بينزل زي ما حضرتك شايف كده كتير، انما لو بالفوهه الصغيره الرفيعه دي هيحصل فيه ايه؟ شايف بينزل رفيع ازاي؟ ده السودو بلاستيك. يبقى حضرتك لما انا اعمل شير عن طريق السباتيولا اعمل لها ميكس جامد كده، يبقى انا قللت الفيسكوستي. يبقى دي احد التريكس اللي ممكن اقلل بيها الفيسكوستي بتاعت الليكويد. سؤال بقى مهم جدا، جيف ريزون عملي ونظري. استعمل السيمنت وهو عنده جلوسي سيرفيس، سطحه بيلمع. لما تيجي تعمل الميكس ده هتلاقيه في سطح كده بيلمع الاول، بعد كده بيفقد الجلوس ده. لو فقد الجلوس ارميه. ليه بقى؟ طول ما هو سطحه بيلمع انا عندي سي او او اتش جروب زي ما هم فاضيين، سي او او ماينس الجروب دي اللي هي الكربوسيليك جروب دي فري. اوكي؟ هتعمل كيميكال بوند مع السنه. انما لو سبته وفقد الجلوس سيرفيس فمفيش سي او اتش جروب، سي او او ماينس جروب دي خلاص اختفت، فمش هتعمل كيميكال بوند مع السنه. يبقى سيمن شود بي يوزد وايل ات از ستيل ان اتس جلوسي سيرفيس. ليه؟ از لوس اوف سيرفيس جلوس، فقدان اللمعان ده انديكيت انيشال سيتنج، يعني الحشوه السيمنت ابتدى ينشف، وبالتالي مفيش فري كاربوكسيليك جروب اللي هي السي او او ماينس جروب ما بقتش موجوده، او سي او اتش جروب ما بقتش موجوده اللي هتعمل كيميكال بوند مع السنه. يبقى حضرتك لو فقد السيرفيس جلوس بتاعه مش هيعمل كيميكال بوند. اوكي؟ سؤال مهم جدا، جيف ريزون. تريكه ثانيه برضو، بيقول لك السيمنت وهو بينشف مش بينشف مره واحده، لا بيوصل لمرحله كده يبقى فيها رابر ستيج، حاجه عامله زي المطاط زي الكاوتش كده زي الاستيك. في الحاله دي ما تشيلش الاكسس سيمنت دلوقتي. يعني ايه الكلام ده؟ لما باجي الزق كراون انا بملاب كراون بزياده، وبقوم حاطط الكراون جوه بوق البيشنت وبشيل الاكسس سيمنت. الاكسس سيمنت يا تشيله بدري قبل ما يحصل يخش مرحله الرابر ستيج دي، لو دخل فيها سيبه لحد ما ينشف خالص وشيله كسره، هتلاقيه ناشف معاك يتكسر. ليه؟ لو حضرتك مرحله الرابر ستيج وحضرتك شلتها هتشد السيمنت، هي حته منه هتتشال من تحت الكافيتي تحت الكراون مارجن، هتعمل لك اوبن مارجن فيعمل ليكج، يعمل لك مشاكل كلها. زي ما حضرتك شايف اهوت، ادي الاكسس سيمنت اهي، حتت الاكسس سيمنت اهي. اوكي؟ سيبه لحد ما ينشف هتلاقيه بيتكسر معاك كده بمنتهى السهوله. اوكي؟ لو شديته وهو لسه ما نشفش في مرحله الرابر هتلاقيه ابتدى يتشد معاك من تحت، يعمل لك اوبن مارجن في الحته دي. البروبرتيز بتاعتي بقى البيولوجيكال بروبرتيز، عنده البي اتش بتاعته قليله، ومع ذلك هو مور باي كومباتبل زان الزنك فوسفيت. جيف ريزون مهم جدا. ليه؟ اول حاجه البولي اكريليك اسيد ويك اسيد كومبيرد فوسفوريك اسيد. البولي اكريليك ده اورجانيك اسيد، وطبيعي عارفين من زمان من ايام الثانويه العامه ان الاورجانيك اسيدز اضعف من الان اورجانيك اسيد. الفوسفوريك اسيد ده ان اورجانيك اسيد فقوي يؤذي الانسجه ما فيش فيه مشكله، انما البولي اكريليك ده اورجانيك اسيد فضعيف. تاني حاجه البي اتش بتاعته بتطلع بسرعه، يعني رابيد رايز اوف بي اتش بتوصل للنيوترال اسرع من الزنك فوسفيت. تالت حاجه لارج مولكولار سايز اوف بولي اكريليك اسيد بريفنت اتس بنتريشن انتو تايم تيوبز. يعني ايه الكلام ده؟ الحجم الجزيئي بتاع البولي اكريليك اسيد كبير، يعني الاسيد حجمه كبير والدنتانيا تيوبز رفيعه مش عارف يخش منها عشان ياذي العصب. طب في الزنك فوسفيت لا، ده المولكولار ويت بتاعه صغنطوط خالص،
حجم الجزء صغير يقدر يخترق الدنتال تيبيوز. يبقى لو حطيت على الدنتال تيبيوز يخش يخترقها يوصل للبل يعمل لك اريتيشن. انما البولي اكريليك اسيد لا مش عارف يخترق. زي كده حضرتك لما كنت بتشوف افلام الديناصورات والبطل بيجري من الديناصور بيخش يستخبى في حته صغيره، الديناصور بيعرف يخش وراه؟ لا. ليه؟ عشان حجم الديناصور كبير. حجم البولي اكريليك اسيد موليكيول كبير مش عارف يخترق الدنتال تيبيوز، فبالتالي مش هيوصل للبل. بيعمل كيميكال بوند مع السنه، فدي بتعمل بارير اجينست الانجرس اوف بكتيريا. ما انا قفلت طبه ومفتاح خلاص، عملت كيميكال بوند، البكتيريا تخش منين؟ ما انا قفلت لها الباب بتاعها. بيطلع فلورايد في المنتجات اللي بتطلع فلورايد، مش كل الزنك بولي كربوكسيد بيطلع فلورايد، خلي بالك. لو طلع فلورايد فليه دي كالسيفايد افكت. الكونسيستنت فيلم سيكنس، لا الفيلم سيكنس بتاع رفيع من ال 25 ل 45، فنقدر نستعمله كبيرمننت سيمنت. السوبيليتي بتاعته برضو زي الزنك فوسفيت، اقل سنه بس برضو نفس الكلام اللي قلناه في الزنك فوسفيت، انك ما تجيبش على المارجنز والكلام ده كله. الميكانيكال بروبلز بتاعته الكومبريسيف سترينث اقل شويه من الزنك فوسفيت، والتنسايل اعلى شويه من الزنك فوسفيت. البوندنج مهم هنا بقى، مهم السؤال ده ممكن يجي لك شورت اكاونت، هيعمل كيميكال بوند مع الانامل. مين اللي هيعمل كيميكال بوند مع الانامل؟ الكربوكسيليك جروب اللي هي سي او او ماينس او سي او اتش جروب، هتشبك مع الكالسيوم بتاع السنه واذا كيميكال بوند. مش محتاج اقول ان البوندنج للانامل اعلى من الدنتين، عشان نسبه المينرالز في الانامل اعلى بكتير من الدنتين. نسبه المينرالز في الانامل حاجه و90%، في الدنتين حاجه و50%، ففرق كبير. يعني تقريبا الانامل كله مينرالز، الدنتين تقريبا نصه مينرالز، فبالتالي الكيميكال بوند ويز انامل اعلى من الدنتين. هيشبك كيميكال برضو مع البيز ميتال الويز، ما هي ميتال هيشبك كده كده معاها، ما عدا لو جولد الوي هيشبك مايكرو ميكانيكال. ليه؟ الجولد ماده انرت حضرتك ما بيتفاعلش مع اي حاجه خلاص، فمش هيعمل كيميكال بوند معاه، هيعمل مايكرو ميكانيكال بوند. وده سؤال غلس كام سي كيو، يعني تخلي بالك منه غلس، يعني انا ما بحبوش عموما. يعني الاوبتيكال بروبس بتاعته زيه زي الزنك اوكسايد سيمنز كلها اوبيك، عشان في ان رياكتد زنك اوكسايد بارتكلز. اليوز بتاعته بقى بيرمننت سيمنز زي ما اتفقنا، الميتاليك والنون ميتاليك، وبيز اندر امالجام. طبعا الزنك فوسفيت يفوقه في رقم 2 دي. تالت حاجه هنتكلم عليها بقى الجلاس ايونومر سيمنت. الجلاس ايونومر سيمنت ليه استعمالات كتيره في طب الاسنان. كلمه جلاس ايونومر مش مظبوطه صح في المية. لو قريتها الناس بتحب العلماء قوي سموها جلاس بولي الكينويت اسيد، جلاس بولي الكينويت سيمنت، بس احنا كلنا بنتكلم جلاس ايونومر سيمنت. وانا طول الشابتر هشرح لك جلاس ايونومر سيمنت، والكتب بتكتب لك جلاس ايونومر سيمنت، بس تبقى احنا عارفين ان هو الكلمه مش مظبوطه. يعني ما علينا. المود اوف سبلاي بيجي لي ازاي بقى؟ باودر وليكويد زي الزنك بولي كربوكسيليت، والووتر ستيبل سيمنت زي الزنك بولي كربوكسيليت. ما انا نسيت اقول لك ان الليكويد ده هو الليكويد ده تقريبا. وفي تو فورمز جديده بقى، بري بورشن كابسولز وبيست بيست سبنسر، هنشوفهم دلوقتي. ادي الباودر اند ليكويد، وادي الووتر ستيبل سيمنت، مش هتفرقهم غير لما تقرا البيانات اللي مكتوبه عليها. الفورم الثالثه بقى بري بورشن كابسولز. في معلومه كده اضافيه ممكن يعني حتى تتجاهلها خالص، الزنك بولي كربوكسيليت اللي احنا شرحناه قبل ده في بعض شركات بتنزله ككبسولات، نفس الكبسوله دي، بس يعني انا ما شفتهاش تقريبا، يعني ما بتنزلش بنسبه كبيره يعني. بس الكبسولز لازم تعرفوا في الجلاس اونمر ان دي منتشره جدا واستعمالها سهل جدا وبحبه، انا عن نفسي بحب استعمالها، هتلاقيه سهل جدا بالذات في العيادات عندك لما تبقى انت في العيادات ان شاء الله باذن الله. ايه فكره البري بورشنت كابسولز؟ بحط الكوركت باودر ليكويد ريشيو، فبالتالي الخصائص بتاعتها تبقى ممتازه، انك تحط باودر بايدك وليكويد بايدك ممكن ما تظبطش الميكس بالظبط، انما في الكبسوله لا، ده اللي بيحطها مكنه فبتنزل لك المقدار بالظبط. هتعمل لها ديسبنسنج ثرو جن، في مسدس كده مخصوص ليها او ابليكيتور مخصوص ليها عشان يديك الادابتابيلتي بتاعتها جوه السنه. يعني حضرتك انا بجيب الكبسوله بعمل لها اكتيفيشن ايا كان الشكل بتاعها، تحطها في الجان دي والنوزل دي بتحطها جوه الكافيتي على طول، فتنزل على طول جوه السن. مميزات الكبسوله ايه؟ مفيش ميكسنج، دي حاجه هتسهل عليك، ومفيش ميكسنج فمفيش ايرفويز هتتكون، مفيش فقاقيع هواء هتتكون. ما هو الميكس ممكن يدخل فقاقيع هواء وانت بتعمل ميكس، انما ده مفيش ميكس فالدنيا سهله. هتوفر لك وقت طبعا، تضرب الكبسوله على طول وفي الجان تنزل على طول جوه السنه. بيس اوف كيك، الدنيا سهله جدا. ايز اوف يوز، استعمالها سهل جدا. بس عيبها بقى الاساس ان هي الكوست بتاعتها غاليه. لا الكبسوله ممكن توصل ل 50 جنيه وممكن اكتر شويه كمان.
الحشوه واحده وخلاص، ممكن تحتاج كبسولتين كمان. ادي الاكتيفيشن بتاعي في نوعين من الاكتيفيتورز. فكره الاكتيفيتور في ايه؟ ان انا حاطط الباودر والليكويد ما ينفعش يلمسوا بعض، فحاطط الليكويد في حته والباودر في حته. في دباسه زي كده بيسموها او الاكتيفيتور دي، الليكويد بيبقى محطوط في الحته الخضراء دي. اللون ده بيتغير من في نفس الشركه على حسب المنتج، يعني لو سيمنت لو كذا لو كذا حسب النوتيفيكيشنز بتاعتي بتتغير اللون ده. لما باجي اضغط عليها فالدباسه دي بتقوم زقه الاستاذ ده، تدخل الليكويد جوه هنا فيتخلط بالبودر، بعد كده على طول تقوم شايلها حاططها في الامالجاميتور. هنا الزرار ده هو اللي بيعمل اكتيفيشن، تضغط عليها لتحت يبقى حضرتك تمسك الكبسوله وتزقها كده لتحت. اوكي، الزرار دخل جوه يبقى كده عملت اكتيفيشن. تبتدي بعد كده تحطها في الامالجاميتور التايم اللي الراجل بيقول لك عليه، اجد شكل الامالجاميتور او ميكسر. في شركات بتقول لك ميكسر مخصوص للجلاس اونيمر كبسولز، لان في بعض الدول منعت استعمال الامالجام فبيسموا المنتج بتاعهم ميكسر. تركبها في الجن ده، ده شكل الجن بتاعتك، تركبها اهي وتلاقي ان فيها بيستول من تحت من هنا، زناد بيخش يقوم خابط الكبسوله من هنا، يبتدي يزق السيمنت يطلع لك من التيب بتاعتك. خدت بالك شكل التيب رفيع ازاي؟ نازل من تخين على رفيع، فانت بتعرض السيمنت لشير ستريسز وهو سودو بلاستيك فتزود الفلويديتي بتاعته. رابع حاجه بقى نزل جديد، البيست بيست ديسبنسر، بيجي لي في شكل حاجه اسمها دبل بارل سيرنج، بارل يعني زي برميل، سيرنج كده فيها اثنين بارل، اثنين اسطوانتين، كل واحده فيها بيست وبيست ويز ليفر، ليها دراع ضاغط كده، بتدوس على الدراع ده ينزل لك البيست بتاعك. هينزله لك ازاي بقى؟ يا اما ينزل لك نقطتين وحضرتك تعمل لهم ميكس بسباتولا، يا اما بينزل لك بوز ميكسنج تيب، تيب كده هتعمل لك الميكس بتاعك. ادي البيست بيست ديسبنسر بينزل لك نقطتين، تضغط على الدراع ده اهو نزل لك نقطتين، اعمل بقى الميكس بتاعك بسباتولا عادي. برضو فورم ثانيه من البيست بيست اللي هو بتضغط حضرتك بدراعك هنا، ودي ميكسنج تيب، يعني في ادي بارل والتاني الاسطوانتين اهمت، فبيحصل ميكس وهم نازلين في الميكسر ده وبتنزل ينزل لك مخلوط جاهز. وفي برضو منه الفورم دي لا ده كليكر بتدوس عليه، يبتدي برضو ادي في بارل والتاني اهوت اسطوانتين اهمت، ده في بيست وده في بيست، وابتدي ينزلوا يتخلطوا هنا. المميزات البيست بيست ان خلاص هو بيديك البروبورشنز بتاعك مظبوطه، انت مش محتاج تعمل باودر لوحده وليكويد لوحده، هو بينزل لك النسبه مظبوطه. ايزو فيوز سهل جدا في استعماله مقارنه بالباودر ليكويد ريشيو. طبعا عيبه ان هو الكوست بتاعته بتبقى اغلى. الكلاسيكيشن اوف جلاس اونمر بقى ممكن اقسمه على حسب اليوز، تايب 1 اللي هو بنستعمله كاليوتنج سيمنت، تايب 2 كريستوريشن. لو تايب 2A ده استاتيك ريستوريشن، تايب 2B رينفورسد ريستوريشن اللي هو بيبقى قوي مش لازم الشكل الجمالي فيه. تايب 3 بقى از لاينر اور بيز. على حسب الكيميكال كومبوزيشن بقى، دي الاشكال بتاعتنا الكونفشنال وميتال موديفايد وهكذا، نتكلم عليهم واحده واحده. الكومبوزيشن بتاع بقى الكيميكال كومبوزيشن، البودر بيتكون من ايه؟ البودر اختلف عن الزنك اوكسيد اللي اتكلمنا فيه، لا ده حاجه ثانيه جديده. كالسيوم فلورو الومنيو سيليكيت جلاس. الباودر عندي جلاس باودر، بيتكون من ايه بقى؟ من الحاجات دي كلها، في صوديوم وكالسيوم وفلورو الومينو سيليكيت جلاس. هيتكون من ايه؟ من سيليكا، ما هو من اسمه سيليك، سيليكيت يبقى سيليكا، ومعاه شويه الومينا اهو الومينو، وكالسيوم فلورايد، ما في كالسيوم اهوت، وصوديوم فلورايد بنزود على الصوديوم. الاثنين دول بنحطهم على الفلاكس، هنشوف كلمه فلاكس دي كمان شويه يعني ايه. بنحط له شويه باريوم وسترونشيوم عشان يديني راديو اوباسيتي، تبقى الحشوه راديو اوبيك، وقلنا ليه في الكومبوزيتس. الليكويد بتاعي برضو شبه بتاع الزنك بولي كربوكسيليت، ايكوا سوليوشن اوف كو بوليمر اوف مين بقى؟ اكريليك اسيد مع ايتاكونيك اسيد ماليك اسيد وشويه تارتاريك اسيد. جميل كده؟ ماشي. السيتنج رياكشن وده مهم بقى وهنرغي فيه بتفاصيله. اسيد بيز رياكشن بيمر بثلاث خطوات. اوفرلاب فوق بعض يعني بيحصلوا في نفس التوافق. ديسوليوشن جيليشن هاردنينج. بص معايا. اول حاجه الديسوليوشن هيحصل ايه؟ الاسيد هيأتاك البارتكلز، هيدوب اللاير الخارجيه يطلع العناصر بتاعتها. العناصر دي كانت مين؟ صوديوم وكالسيوم والومنيوم وفلورايد، والسيليكا هتفضل زي ما هي في مكانها مش هتتحرك. جميل. بص معايا على الصور بقى، ادي شكل الباودر اهي وشكل الاسيد تشينز. حصل ايونيزيشن للسي او اتش جروب، فالاتش بقت موجوده، هتعمل ايه الاتش دلوقتي؟ هتأتاك اللاير الخارجيه. انا عندي البارتكلز اللي موجوده اهي، صوديوم موجود،
كالسيوم موجود، الومنيوم موجود، فلورايد موجود، وسيليكا. الاسيد هيدوب اللير الخارجيه وعمل اتاك، هيحصل ايه؟ هيطلع العناصر دي صوديوم وكالسيوم والومنيوم وفلورايد كل واحده في وقتها. اللي هيطلع في الاول مين؟ صوديوم وكالسيوم وفلورايد اللي هي العناصر الفالنس بتاعها قليل، يعني الصوديوم تكافؤه واحد، الكالسيوم اثنين، الفلورايد واحد، الومنيوم ثلاثه. الالومنيوم تقيل مش هيطلع دلوقتي، يطلع كمان شويه. هيحصل او تاني مرحله اللي هي الجيليشن اللي هي اسمها انيشال سيت. السيمنت بتاعك يبقى جل كده، ابتدى ينشف بس ما نشفش قوي، ما تقدرش تستعمله خلاص. لو يعني في الفتره دي بتسيبه جوه السنه، لازم يخش السنه قبل ما يوصل لمرحله الجل دي. اوكي، الكالسيوم هيعمل كروس لينكينج للاسيد تشينز. يعني ايه الكلام ده؟ بص يا سيدي، اهو ده اللي حصل اهو. الفكره في ايه؟ ادي عندي تشين اهي وتشين تاني اهي. الكالسيوم هيربط هيتفاعل مع السي او سي او او. اوكي، السي او او ممكن تكون على واحده في تشين والتانيه في تشين. جميل، يبقى الكالسيوم ده هيتفاعل مع السي او او بتاعت التشين دي وبتاعت التشين دي، يبقى هو كده عمل كروس لينكينج. كلمه كروس لينكينج يعني ربطت التشينز المختلفه. الكروس لينكينج ده هو اللي هيخلي السيمنت بتاعي ينشف. طيب هل الكالسيوم عنده المقدره الكافيه انه يعمل كروس لينكينج صح؟ لا. ليه؟ لان هو ممكن زي ما حضرتك شايف كده عمل كروس لينكينج، لا هنا ما عملش كروس لينكينج، هنا ربط سي او او وسي او او مع نفس المولكيول، مع نفس الاسيد اهو، فده ما عملش حاجه. يعني الكالسيوم ده كده بيستهبل، ما عملش حاجه مفيده. الكالسيوم ده نفس القصه، ما عملش حاجه مفيده. امال مين عمل حاجه مفيده؟ هو ده، ما عملش حاجه مفيده برضه. الصوديوم اللي طلع مع الفلورايد اللي طلعوا هيتحدوا ويطلعوا كالفلورايد ريليز. يعني الحشوه دي بتطلع فلورايد، ودي كانت ميزته اللي ابتدينا ندرسها بعد كده محببتنا في الجلاس ايونومر، الفلورايد ريليز. يبقى في اول مرحله مين اللي طلع؟ الصوديوم والفلورايد اللي هم الاحادي التكافؤ، اتفعلوا مع بعض وسابوا السيمنت وهجوا، فلورايد ريليز. الكالسيوم حاول يربط بس امكانياته على قده، تعبان، ده دايفيلنت بس ثنائي التكافؤ، فربط حاجه خفيف قوي، ما ربطش فول. عشان كده قلت لك ده الانيشال سيت، هتلاقي السيمنت حضرتك جيل بس ما تقدرش تستعمله. ليه؟ التشينز ابتدت تتربط بس مش متربطه قوي. اوكي، نستنى بعديها فتره بقى نخش في الفاينل سيت اللي مسؤول عنه مين؟ الالومنيوم. الالومنيوم بيطلع متاخر، سلولي ريزد، ده ثلاثي التكافؤ، حجمه كبير، تقيل، مش بالساهل، كسلان، بياخد فتره على ما يطلع، بس يوم ما بيطلع efficiently cross linked، هو اللي بيجيب من الاخر، هو بيربط التشينز. الووتر اللي موجوده الايكو سوليوشن دي هتتفاعل مع السيليكا اللي موجوده على سطح البارتكل وتعمل لي الخارجيه، بنسميها السيليكا سول، بتقفل السيليكا جيل قصدي، بتقفل على البارتكل من بره. التفاعل ده ممكن يوصل لحد 24 ساعه. اوعى تفقد الميه، لان الميه دي مهمه جدا زي ما هنقول كمان شويه. ادي الصوره بتاعتي، ادي الالومنيوم ابتدى يطلع. الالومنيوم بعد فتره بيبتدي يطلع، هيعمل ايه الالومنيوم؟ هيعمل بقى كروس لينك. شاف الالومنيوم اهو، ربط تشين دي والتشين دي والتشين الثالثه هناك. طيب الالومنيوم ثاني اهو، الالومنيوم حتى لو ربط واحده من نفس الجروب فدراعه الثالث لازم يربط واحده من جروب ثاني. عشان كده بنقول ان الالومنيوم مهم جدا، هو اللي بيعمل افيشنت كروس لينكينج، هو اللي بيعمل الهاردنينج بتاعي. سؤال بقى ثاني يجي لك مهم، رول اوف ووتر ان سيتنج رياكشن، ايه اهميه الميه؟ ووتر هي الرياكشن ميديوم، هو الوسط اللي من خلاله الايونز بتبتدي تتحرك، تروح يمين وتروح شمال. هيخلي الايون يعمل ايون ترانسبورتيشن عشان يحصل السيتنج، يعني الصوديوم طلع والفلورايد طلع والكالسيوم طلع وانهم طلع، طلعوا مين اللي خلاهم يتحركوا؟ مين اللي اداهم وسيله المواصلات ينتقلوا من خلالها؟ الميه. جزء من الميه بيبقى تايتلي باوندد في السيت سيمنت، بيفضل موجود ما بيتغيرش، فده في جزء اساسي من التفاعل بيفضل موجود كله. تاني حاجه الووتر هتديك البلاستيسيتي ديورنج مانيبيليشن ستيبس. مين اللي هيخلي الميكس بتاعك عجينه سهله التشكيل؟ هو الووتر. قبل ما يحصل فاينل سيتنج حافظ على الميه اللي موجوده، لو فقدت الميه مفيش التفاعل هيحصل. اوكي؟ يبقى الميه مهمه لحد ما الالومنيوم يطلع، ما هو حضرتك الالومنيوم ده هو اللي هيعمل الفاينل سيتنج بتاعي، هو اللي هيعمل الهاردنج، هو اللي هيعمل الكومبليت كروس لينكينج، الافيشنت كروس لينكينج. لو فقدت الميه بدري زي الارض كده، لو الارض فقدت ميه هيحصل فيها ايه؟ هتشقق، يحصل دراينس للتفاعل، ما تفاعلش خلاص، ما هو حضرتك العناصر المفروض تتحرك عشان تربط ما ربطتش، يبقى خلاص هيشقق كده. لو خد ميه بزياده
زي الطينه كده حصل فيها ايه؟ دابت، يبقى الحشوه بتاعتك هتدوب. يبقى المفروض اعمل ايه بقى؟ المفروض اعمل بروتكتنج للجلاس انيمال ريستوريشن ويز فارنش. شايف الفارنش ده؟ هتلاقي منه حاجات كتيره وانواع كتيره. باجي بقوم مغطي سطح الحشوه بالبرش دي، بيسموها كوتون بليدجت، بغطي بيها حشوه واعمل له كيورنج لو هو لايت كيورد، او بعمل له بسيبه لوحده وهو بينشف لو كيميكال كيورد. اول 24 ساعه وظيفه الفارنش ده انه يحمي الجلاس ايونيمر من الميه. ليه 24 ساعه؟ عشان يكون الالومنيوم طلع وربط وقفل الدنيا كلها. اوكي، يبقى ممكن يجي لك سؤال شورت اكاونت، ايه الرول اوف ووتر؟ تقول لي هي الرياكشن ميديوم، هل هتعمل بلاستيك ميكس من خلالها فقدتها يحصل دراينس، ما فقدت الميه اكتسبنا ميه زياده يحصل ديسوليوشن. حلو كده، وتقول لي حته البروتكشن لازم تعمل بروتكشن وذ فارنش. جميل. طيب ممكن السؤال الثاني يجي لك، جيف ريزون بقى حته صغنطوطه كده اللي هي ايه، ليه بنحط الكافيتي فارنش؟ عشان تعمل تحمي الجلاس انمر اول 24 ساعه فما يحصلوش لا دراينس ولا ديسوليوشن. ده صوره ثانيه صوره كلينيكال يعني بالفارنش اللي احنا بنحطه. المايكرو ستراكشر بقى ايه هو؟ اوصف لي بقى في الاخر ايه اللي حصل؟ برضه كورد ستراكشر. جميل. بيتكون من ايه بقى؟ ان رياكتد جلاس بارتكلز. اهي، ما مش كل الجلاس بارتكل دابت، لا ده جزء صغير منها، تقريبا التلت هو اللي داب والباقي موجود. حواليها سيليكا جيل، مش انا قلت لك السيليكا ما بتطلعش، السيليكا بتتفاعل مع الميه وتحوط الجلاس بارتكل تقفلها في حاجه اسمها سيليكا جيل، اهي السيليكا جيل اللي هي الحته الرمادي دي. جميل. والماتريكس متربطه، مين اللي مربطها بقى؟ يا اما الومنيوم يا اما كالسيوم. مين اللي بيربط اكتر؟ الالومنيوم. اوكي. المانيبيوليشن بتاعي بقى، اختار الباودر ليكويد ريشيو على حسب ما انت عايز. لو هتعملها كريستوريشن يبقى الباودر نسبته تزيد، هتعملها كليوتنج الباودر نسبته تقل. الميكسنج بتاعك يوزنج بلاستيك سباتولا برضو وجلاس سلاب او نون ابزوربنت بيبر، طبعا بفضل نون ابزوربنت بيبر. ليه ما بنستعملش ستانلس ستيل سباتولا؟ للسببين، السبب بتاع الكومبوزيت والسبب بتاع الزنك بولي كربوكسيليت. السبب بتاع الكومبوزيت اللي هو كان هيعمل ابريجن للجلاس بارتكل الهاردنس بتاعها عالي، فتعمل ابريجن ستانلس ستيل سباتولا تنزل لك شويه ميتالز تغير لك الاستاتكس، السبب ده قلناه في الكومبوزيت. السبب الثاني اللي قلناه من شويه في الزنك بولي كربوكسيليت اللي هو كان ايه، قلنا هيتفاعل كيميكال بوند معاها، ما هو مش في سي او او ماينس جروب اللي هي سي او اتش جروب، الكربوكسيليت جروب هتتفاعل مع الميتال، اه تتفاعل مع الستانلس ستيل سباتولا، فبالتالي دي مش حاجه كويسه. السيمنت زي الزنك بولي كربوكسيليت وزي الزنك فوسفيت، تعمل له ديسبنسد وميكسد قبل ما تشتغل على طول. تاني حاجة تعمل له الوركينج تايم بتاعه تستعمله طول ما هو في جلوسي سيرفيس موجود زي الزنك بولي كربوكسيليت، وقلنا عشان يبقى عندك سي او اتش جروب عشان تعمل كيميكال بوند، لو فقد الجلوسي سيرفيس ارميه على طول. المانيبيوليشن بتاع الكبسولز، هتجيب الكبسولة تعمل لها اكتيفيشن زي ما شفنا في الصور، بعد كده تخبطها في امالجاميتور او اسمه التاني ممكن ميكسر على حسب المانيفاكتشر ما يقول لك، 10 ثواني 5 ثواني على السرعة اللي يقولها لك. بعد كده زي ما قلنا برضو بيعدي في التب الرفنطوعة دي فيحصل له شير فتزود الفلويدتي بتاعته ان هو سودو بلاستيك ماتيريال. يا ريت يا ريت لو نعمل كونديشننج للسنه ب 20% بولي اكريليك اسيد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في حاجه مخصوصه كده اسمه كونديشنر بجيبه واحطه على سطح السنه. حسك عينك تحط اسيد اتش بتاع الكومبوزيت، ليه؟ اسيد اتش بتاع الكومبوزيت هشيل المينرالز. الجلاس انيمر بيعمل كيميكال بوند في المينرال، فما يعني انت بتشيل اللي هتشبك فيها كيميكال بوند؟ لا. انما احط ايه فكره البولي اكريليك اسيد؟ الزنك فوسفيت كان فوسفوريك اسيد، اسيد قوي، انما بولي اكريليك اسيد 20% ده اسيد ضعيف قوي، يا دوب ينضف كده. يقول لك تو كلين فروم ديبريز، اي بقايا اكله او اي حاجه زي كده متبقيه او اي بقايا من نتيجه الكافيتي بريباريشن هو يشيلها فينضفها معايا. فتلاقي السطح بتاع السنه الكالسيوم بتاع السنه ظاهر مستني السي او اتش جروب تعمل كيميكال بوند. خلاص، يبقى قبل ما احط الحشوه بتاعتي اعمل كونديشننج بولي بوري اكريليك اسيد لمده 20 ثانيه. بالمناسبه ده بيتباع لوحده كده، بتجيبه تعمل له ميكس على طول. تاني حاجه بعد حطيت الحشوه تغطيها بفارنش او بكوت. ادي الكونديشنر اهوت بيتباع كده اسمه كونديشنر عشان للجلاس انيمر. البيولوجيكال بروبرتيز بقى بتاعتي، هو عنده مايلد اريتيشن للبلب، عشان كده لو هتعمله حشوه على طول حط كالسيوم هيدروكسيد تحت في جوه لو في ديب كافيتيز. بيطلع فلورايد؟ اه، والسؤال ده مهم جدا. البيولوجيكال بروبرتيز بتاعت السيمنز كلها مهمه بنحبها. الفلورايد شورت اكاونت، الفلورايد ريليزنج ليه انتي كارجينيك افكت،
ده لازم يطلع بقى الفلورايد في السيمنز اللي فات قلت لك على حسب يا يا لا، او لو ما قلتش مفيش مشكله مش هحاسبك عليها، انما ده لو ما قلتليش هتبحر رقبتك. يبقى الفلورايد ريليز ليه انتي كانوجينيك بروبرتيز. الفلورايد بيحصل فيه ايه؟ بيتاخد عن طريق الانامل والدنتين، فيزود مقاومتهم للاسيد اتاك، بيحول الفلورو اباتاي الهيدروكسي اباتايت بتاع السنه للفلورو اباتايت زي ما خدته في الاورال بيولوجي. الاماونت اوف فلورايد ريليز بتبقى اعلى في اول اسبوع، اول 7 دايز بنبص بنلاقي في حاجه بنسميها بيرست افكت، يعني صدور قوي جدا في الاخر، في الاول خالص بيبتدي كميه فلورايد بتبقى عاليه قوي، بعد كده بتقل بس بتفضل ثابته لفترات طويله قوي. الفلورايد ايونر عند الجلاس ايونر عنده حاجه اسمها فلورايد ريتشارج. يعني كلمه ريتشارج يعني شحن. موبايلك لما بيفصل بتعمل فيه ايه؟ بتحطه في الشاحن ياخد شويه كهرباء، تستعمله فاضي تحطه شويه كهرباء. نفس الفكره الجلاس ايونر عنده قدره ان هو يشحن نفسه بالفلورايد، يعني لو غسل سنانه بمعجون فيه فلورايد المريض يوم الجلاس ايونر يمتص الفلورايد ويرجع بعد كده يطلعه تاني. لو جالك العياده وعملت له فلورايد ابلكيشن، الفلورايد ده بيتحط كده في التري وتلبسه للبيشنت فتره محدده، فتره مش كتيره يعني، فهو بيمتص الفلورايد ويرجع بعد كده يعمل له ريليز. الكونسيستنت فيلم سيكنس 24 مايكرون، دي حاجه كويسه فاقدر استعمله كبيرمننت سيمنت. السوليبيليتي بتاعته خلي بالك اول 24 ساعه عنده هاي سوليبيليتي ريت، غطيه بفارنش، بعد 24 ساعه السوليبيليتي بتاعته بتقل وبتبقى الدنيا معقوله. الاسترنس بتاعي برضو بريت الماتيريال. في الاول في الانيشال سيتنج بتاعه اول 24 ساعه بيبقى ضعيف عشان لسه ما حصلوش الفاينل سيتنج، بعد كده بيزيد. لو حضرتك جلاس ايونمر ما بنستعملوش كبيرمننت ريستوريشن للادلتس، بنستعمله كبيرمننت ريستوريشن للتشيلدرن، عشان كده قلت لك تحت كلمه بيرمننت ريستوريشن هنحط 50 خط. اوكي لا ما بنستعملوش حضرتك للادلتس. هتلاقي في شركات بتقول لك لو هتحطه مثلا في كلاس 5 للادلتس ماشي، انما كلاس 2 حته في داخله في قصب حته هاي ستريس بيرنج اريا كلاس 1 الكلام ده كله لا ما ينفعش. عايز تحطه بس كل ست شهور تتابع المريض عشان في الغالب هتغير له الحشو. اوكي فالجلاس انومر از نوت ا بيرمننت ريستوريشن. ليه؟ هو بيدوب صح؟ ما هو بيطلع فلورايد، ما هو حضرتك الفلورايد اللي بيطلع ده فلورايد ريليز از ا سورت اوف سوليبيليتي، طلع فلورايد يبقى هو بيدوب، يبقى ما ينفعش تحط كبيرمننت ريستوريشن لفترات طويله لا. اوكي البوندنج بيشبك كيميكال للتوس ستراكشر، السؤال ده برضو مهم جدا زي ما اتفقنا. الكربوكسيليك جروب السي او اتش جروب هتشبك في الكالسيوم والفوسفورس والفوسفيت بتاع السنه. يا ريت لو هنعمل كونديشننج ب 20% بولي اكريليك اسيد عشان انضف السطح وانا واخليه مستعد انه يعمل كيميكال بوند مع الكالسيوم. البوند الانامل اعلى من الدنتين زي ما اتفقنا. ليه؟ هنا بقى بيقول لك ان البوند سترينث بتاع الزنك بولي كربوكسيليت اعلى منه، يعني البوند سترينث اوف جي جلاس ايونومرز سيمن از لوور ذان الزنك بولي كربوكسيليت. الزنك بولي كربوكسيليت اعلى ليه؟ عشان الزنك بولي كربوكسيليت ما عندوش الووتر سنسيتيفيتي اللي كنا بنتكلم عليها، بقول لك اول 24 ساعه وحساس للميه ويفقد ويكتسب، الحته دي مش موجوده في الزنك بولي كربوكسيليت، فبيعمل البوند بتاعتي اعلى. ممكن يعمل هيدروجين بوند اللي هي السكندري بوند بس مع مين؟ مع الكولاجين. اوكي يبقى ممكن يعمل هيدروجين بوند او سكندري بوند مع الكولاجين بتاع الدنتين اللي هو الجزء الاورجانيك. اوكي يبقى المينرالز السي او اتش جروب هتشبك في المينرال الجزء الان اورجانيك، انما الهيدروجين بوند هتحصل مع الكولاجين، والبوند دي بتبقى ضعيفه مش قويه، يعني اقوى بوند الاساسيه اللي هي بتاعه المينرالز اللي بتتكون. الاوبتيكال بروبرتيز بقى اللي هنا في كلام جديد، از ترانسلوسنت سيمنت، ترانسلوسنت يعني شفاف، يعني اقدر استعمله تحت الكومبوزيت اقدر استعمله تحت السيراميكس. دلوقتي هقول لك عشان انت لسه طالب صغنطوط هقول لك ينفع استعمله تحت السيراميكس. الترانسوسنسي بتاعته انت هتقولي هو كورد ستراكشر، هو كورد ستراكشر بس البارتكل انري اكتد بارتكل دي جلاس بارتكل، الجلاس بيعدي الضوء فبالنسبه لي هيبقى شفاف. الترانسوسنسي بتاعته بقى شبه الدنتين، مش الستكس بتاعته مش واو، يعني الكومبوزيت الترانسلوسنسي شبه الانامل فتقدر تستعمله وانت مستريح كحاجه استاتيك، انما الترانسلوسنسي بتاعت الجلاس انومر شبه الدنتين، هيديك ريزنبل ماتشنج وسو ستراكشر، يعني هيبقى مقارب للون السنه، هيبقى الاستاتكس بتاعته هي شغاله انما مش زي الكومبوزيت طبعا.
اليوز بتاعته ايه بقى؟ ريستوريشن اوف ديسيدوس تيس. يا سلام، حلو قوي. ولو جالك طفل صغير ومعاك الكبسوله، حلو قوي. الطفل الصغير اصلا ما يبقاش عايز يقعد على التشير عندك. حضرتك بتشتغل الكافيتي بتاعك، بتخلصه بسرعه، الكبسوله اضربها، يلا قوم روح يا واد، مش ما بحبش العيال الصغيره. تاني حاجة استعمالها الابريجن والايروجن ليجنز، بالذات في الروت ليجن. حتة الروت كيرز اللي بتحصل دي بيبقى فيها معدل تسوس عالي، بالذات في الناس العواجيز، فبنحب لهم الجلاس اينومر ده. ليه؟ كده كده قوة الاكل عنده ضعيفة. تاني حاجة الفلوريد اللي هيطلع هيبقى ليه دور مكافح للتسوس. تالت حاجة ليه علاقة بتوزيع الاستريسز، لان المودولز بتاع الجلاس اينومر اقل من الكومبوزيت، فبنحبه في الحتة دي. حاجة طبعا كبيرة عليكم. اقرا لي كده التالتة، لونج تيرم انترميديت ريستوريشن. يعني انا عايز اعمل حشوة مؤقتة مش بصفة نهائية، بس لونج تيرم، شهرين ثلاثة أربعة، حط ده حلو قوي جميل. انما ما تقوليش انا حطيت للبيشنت حشوة كلاس 2 جلاس ايمر وقلت له خلاص دي حشوة نهائية. لا يا حبيبي، ما تنفعش. ممكن تستعمله ككور بيلد اب، ما فيش فيها مشكله. كفيشر سيلانت، ايوه زي ما قلنا في الكومبوزيت كان الفيشر سيلانت فلو بالكومبوزيت او جلاس اينومر. ممكن تستعمله كبيز اندر امالجم، ايوه، بس تاكد ان هو حصل له كيورنج مظبوط، نشف جامد تحت الكومبوزيت وتحت السيراميكس. ممكن نستعمله كليوتنج سيمنز للكراون والبريدجز والاورثودونتيك براكتس. الناس اللي بتركب تقويم احيانا بنلزق البراكتس ده بجلاس اينومر عشان يطلع الفلورايد، لان اللي عنده تقويم معدل التسوس عنده بيبقى عالي عشان الوايرز اللي بتركب دي بتحوش اكل كتير. الموديفيكيشنز بتاعته بقى، حاولنا نتغلب على عيوب الجلاس اينومر اللي هي كانت انيشال لو سترينث، مش انا قلت لك بيقعد 24 ساعه ضعيف. انيشال ووتر سنسيتيفيتي نفس الفكره، او 24 ساعه، اند لونج سيتنج تايم، انا قلت لك بياخد 24 ساعه لحد ما ينشف. فعملنا الموديفيكيشنز دي. ايه هي الموديفيكيشنز بقى؟ دول هنمسكهم حاجه حاجه. اول حاجه ميتال موديفايد جلاس انمر، قلنا نحط فيه شويه ميتال. زمان خالص الناس اخترعت، قالت لك طب احنا نجيب شويه امالجم الوي ونخلطها بيه، خلطي بقى ميكس اهو. جبنا امالجم الوي باودر وخلطناها وعملوا حاجه اسمها ميركل ميكس، والميركل ميكس ده اثبت فشله وما بقاش كويس. فقلنا هنعمل حاجه اسمها سيرمت. سيرمت ده مصطلح برضو في الصناعه مش في طب الاسنان، مش احنا اللي احتكرناه. سيرمت اختصار حاجتين، سير اللي هي سيراميك ومت ميتال، يبقى ده سيراميك ميتاليك. اوكي، الاثنين مخلوطين مع بعض، اللي هو السيراميك والميتاليك مع بعض. في الغالب بنجيب بريشياس ميتال اللي هو في الغالب السيلفر، بجيب العنصر ده وبعمل له سنترنج. سنترنج يعني ايه؟ يعني بلزق اثنين باودر مع بعض. السيراميك اللي هي الجلاس بارتكل اسمها هي سيراميك، الجلاس صورته في السيراميكس. فهجيب الاثنين دول اللي هو السيراميك والميتال، الاثنين مع بعض، واعمل لهم سنترنج فهلزقهم على بعض. خلاص كده، يبقى السيرمت ايه هو؟ سنترنج اوف بريشيس ميتال في الغالب السيلفر على السطح بتاع الجلاس باودر. اوكي، التفاعل بتاعه ايه هو؟ هو سيتنج رياكشن العادي. حضرتك انت الميتال ما دخلش في التفاعل اصلا، ولا هيخش ولا هياثر فيه. طب ايه مميزاته بقى مقارنه بالكونفنشنال جلاس اينومر؟ بص يا سيدي، هشرح لك حاجه كده عشان هنكر بيها بعد كده خصائص السيمنت. ايه هي؟ انا عندي في الكومبوزيشن بتاعي مثلا هنقول 50% باودر و 50% ليكويد، ده الكونفنشنال جلاس اينومر اللي احنا شرحناه. خصائص الجلاس اينومر بتيجي من الباودر ومن خصائص الليكويد. خصائص الليكويد كانت ايه مثلا؟ ان هو فيه سي او اتش جروب فيعمل كيميكال بوند. خصائص الباودر ايه هي؟ ان فيه فلورايد فيطلع فلورايد ريليز. حلو كده؟ طيب لو انا جيت حطيت معاهم حاجه ثالثه، يعني انا قلت لك 50% باودر و50% ليكويد، قمت جيت حطيت ميتال عليهم، الميتال ده هياخد من حصه الباودر وحصه الليكويد. يعني مثلا اقول 30% باودر و30% ليكويد و30% او 33% ميتال. يبقى الميتال اللي انا حطيته ده عمل ايه؟ قلل الباودر وقلل الليكويد، وبالتالي قلل خصائصهم. حلو كده؟ طيب الميتال اخباره ايه؟ قوي جدا، السترينث بتاعه عالي، ميكانيكال بروبرتي بتاعته حلوه. يبقى الادفانتج اوف ميتال موديفايد ان هو زود الميكانيكال بروبرتيز، حاجه حلوه جميل. وهو ميتال فريجيو اوبيك على طول، فالحشو بقت ريجيو اوباسي بتاعتها زادت. طب عيوبه ايه هي بقى؟ هنقلل فلورايد ريليز. ليه الفلورايد ريليز قال؟ لسببين. اول سبب، حته الميتال لما جه على سطح البارتكل فهو خبى حته، فمش هتطلع فلورايد من الحته دي لان الميتال شبك فيها. السبب الثاني اللي نقوله ان هو الميتال ده جه على حساب مين؟ ما انا عشان احط ميتال فانا قللت نسبه الفلورايد، قللت نسبه الباودر، فبالتالي نسبه الفلورايد قلت. اوكي، وبقى اوبيك، ما الميتال ما بيعديش الضوء فبقى اوبيك عشان في الميتال كونتنت بتاعتي. بص كده، ده شكل السيرمت حاطينه في حشوه لسنه ديسيدوس.
اوكي. فبقينا نستعمله لمين؟ لكلاس 1 و2 للديسيدوس مولرز، اطفال صغنطتين كده كده مش فارق معاهم المنظر، والمولر محذوف ورا مش باين، او بنستعمله ككور بيلد اب ماتيريال. تاني موديفيكيشن ريزن موديفايد جلاس اينمر، قلنا هنحط فيه شويه ريزن. فكره القصه ان انا عملت ايه؟ حطيت شويه ريزنز على الليكويد بتاعه الجلاس اينمر. ادد ريزن ممكن تكون حاجتين، ناس في الشركات بتحط ميثاكريليت جروبس، وفي ناس بتحط هيدروفيليك ريزن اللي هو حاجه زي الهيما هيدروكسي سايل ميثاكريليت. اعرف لي بس هيما، مش لازم تعرف لي الاختيار بتاعه، او حط البوث ميثودز. هيحصل له بقى كيورنج ازاي؟ سيتنج رياكشن، حاجتين، يا اما جيوال كيور يا تريبل كيور. يعني ايه الكلام ده؟ الجيوال كيور ده في عندي جيوال يعني حاجتين، مش انا قايل لك في باودر وليكويد بتوع الجلاس اينومر يبقى ده اسيد بيز رياكشن عادي. مش انا قلت لك انا زودت شويه بوليمرز؟ طب البوليمرز دي هتعمل ايه؟ بيولوجيك بوليمر، يبقى هتحصل لها بوليمرايزيشن رياكشن، عشان كده جه التفاعل بتاعي جيوال كيورد. البوليمرايزيشن هيكون بلايت، فعشان كده يبقى لايت كيورد بوليمرايزيشن رياكشن بتوين ريزن كومبوننتس، يبقى تفاعلين اسيد بيز رياكشن ولايت بوليمرايزيشن رياكشن. طب امال ايه التريبل بقى؟ نفس التفاعل اسيد بيز رياكشن ولايت كيورد وكيميكال كيورد بوليمرايزيشن. بنحب ليه الكيميكال كيورد نحطه؟ ليه بنخليه البوليمرايزيشن بطريقتين؟ افرض حضرتك حطيت مثلا الحشوه دي جوه ديب شويه، الحشوه كان السيكنس بتاعها عالي، اللايت كيور بتاعك هيوصل للديب دي؟ لا ما يوصلش. يبقى حضرتك لو شلت اللايت كيور الكيميكال كيورد يفضل شغال مع نفسه لحد ما يعمل بوليمرايزيشن مقبول. اوكي، يبقى التريبل في ثلاثه، هم اسيد بيز واثنين بوليمرايزيشن، واحد لايت وواحد كيميكال. ايه مميزات الريزن موديفايد جلاس اينومر بقى؟ وركينج تايم وسيتنج تايم اتحكمت فيهم. واو، هو هينشف امتى؟ لما اعمل كيورنج للبوليمر. امتى هعمل الكيورنج؟ بمزاجي باللايت كيورد، انا احط اللايت كيورد وانشفه دلوقتي، دقيقه دقيقتين ثلاثه اربعه، المهم البيشنت مش هيطلع من العياده عندي غير وهعمل له كيورنج، فدي حاجه كويسه. لما اقفل البوليمر تشينز، تقفل تعمل كروس لينكينج بتوين البوليمر اليمنتس، يبقى انا قللت الووتر سنسيتيفيتي. ما الميه هتخش منين؟ ما انا قفلت لها البيبان، فالميه الخارجيه مش عارف تخش ولا الميه الداخليه تعرف تخرج، انا قفلت عليه. هيحسن الاسترنس؟ طبعا، مقارنه بالكونفشن جلاس اينومر الاسترنس بتاعه على البوليمر الاسترنس بتاعه قوي. هيعمل كيميكال بوند؟ هيعمل كيميكال بوند، صحيح نسبته وهتقل بس ستيل برضه في كيميكال بوند، مش هتقل قوي يعني. طب ايه عيوب بقى الريزن موديفايد جلاس اينومر؟ الفلور ديز هيقل، منطقي، ما انا حطيت بوليمر على حساب البودر وعلى حساب الليكويد. في كلام كتير بيتقال على ان الهيما ده ليه سايتوتوكسيك افكت وليه ريتيشن افكت، وبيضايق البيشنت ويضايق الاسيستنت ويضايق الدكتور ويضايق الناس دي كلها. عشان كده حضرتك هتلاقي في شركات ثانيه بتقول لك انا عامل الجلاس اينومر بتاعي من غير الهيما ده. طيب ثالث موديفيكيشن حاجه اسمها هايلي فيسكس جلاس اينومر سيمنت. في تكنيك للعلاج اسمه اتروماتيك ريستوراتيف تريتمنت او اتروماتيك ريستوراتيف تكنيك. قصته ايه؟ شايف الناس دي، دي ناس عايشه في فقر مدقع، مناطق نائيه بعيد، ما عندهمش حتى الكهرباء. فمنظمه الصحه العالميه ومنظمات حقوق الانسان والكلام ده كله قالت لك احنا نبعت لهم دكاتره اطباء بلا حدود والكلام ده يعالجوهم. طيب حضرتك المريض ده، انا اصلا بقول لحضرتك ما عنديش كهرباء، يبقى هعرف احط له كومبوزيت؟ لا. هعرف اعمل له ميكس الامالجم؟ لا. لا، يبقى ايه الحل اللي عندي؟ هعرف اشغل بالبير اصلا؟ لا، مفيش دي كمان. يبقى هنعمل ايه؟ قال لك انا محتاج اجيب اكسكافيتور اشيل بيه التسوس بتاعي، ماشي، ادي هاند انسترومنت. ومحتاج ماده حشو تعمل كيميكال بوند، موجوده جلاس اينومر. محتاج ماده تطلع فلورايد، ليه؟ عشان تقلل معدلات التسوس للناس دي، موجوده. طب حضرتك السؤال اللي هتسالوني، مش انت لسه قايل لي من شويه يا دكتور ما ينفعش نستعمله كبيرمننت فيلنج؟ بس حضرتك الراجل ده لو ما عملتلوش ده مش هتعمل له حاجه تاني، يبقى انت حضرتك كده بتاذيه. يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله، مش هتقدر تعمل له حشوه ممتازه او كل حاجه، بس اعمل له حشوه نص نص تعيش معاه. اوكي؟ فعشان كده عملنا الهايلي فيسكس جلاس اينومر. ايه فكره الهايلي فيسكس ده؟ فكره الهايلي فيسكس انا قللت السولوبيليتي وزودت الميكانيكال بروبرتيز وقللت الووتر سنسيتيفيتي. الفلورايد ريليز هيقل مقارنه بالكونفشنال، بس ستيل هيطلع فلورايد. فرق في ايه عن الكونفشنال؟ ان انا عملت البودر بتاعته فاينر، نعمتها، زودت البودر ليكويد ريشيو وقللت الالكالي ميتالز. مين الالكالي ميتالز؟ اللي هو عنصر الصوديوم ده. قللت عنصر الصوديوم وزودت كالسيوم والومنيوم، ليه؟ عشان دول اللي هيعملوا كروس لينكينج للحشوه بتاعتي. فلما احط الاثنين دول
واقلل الصوديوم. الصوديوم كان بيعمل كان بيطلع كلورايد بس ما بيعملش كروس لينكينج. انا عايز الحشوه تنشف تبقى قويه، فهزود الداي فيلنت والتراي فيلنت اللي هم الكالسيوم والالومنيوم عشان يربطوا الماتريكس بتاعتي اسرع واقوى. رابع حاجه النانو ايونمر. فاكر النانو كلاستر اللي شرحت لك في الكومبوزيت 3 ام اللي اخترعتها؟ قلت لك انا احطها في الجلاس ايونمر. اي كلاس ايونمر؟ قال لك لا، في ريزن موديفايد جلاس ايونمر. يبقى ده موديفيكيشن من ريزن موديفايد جلاس ايونمر بس جواه النانو كلاسترز دي. جينا عملنا الابحاث عليه لقينا لا، الميكانيكال بروبس بتاعته مقاربه للريزن موديفايد، يعني ما حسنتش قوي في الجلاس ايونمر، انا ما حسنت جدا في الكومبوزيت. خامس حاجه زيركونيا موديفايد جلاس اينمر. جبنا بارتكل بتاعت زيركونيا وحطيناها. الزيركونيا عندها ميكانيكال بروبرتيز عاليه، عندها طفنس عالي يعني تمتص الانرجي، وباي كومباتبل، والسبكس بتاعتها حلوه فحسنت لي بنسبه كبيره. زنك موديفايد جلاس اينمر قلنا هنحط فيه زنك عشان يعمل كروس لينكينج برضو للماتريكس، بس اكتشفنا ان هو تاثيره مش ميكانيكال بروبرتيز بتاعته مقارنه بريزن موديفايد مش قد كده، مقارنه بالهاي فيسكس برضو ما فرقتش جامد. بس كان ليه تاثير سيء على الترانسلوسنسي، ما زودش لا الترانسلوسنسي بتاعت الجلاس اينمر قلت وهي اصلا مش واو، ف ما كانش كويس الزنك موديفايد جلاس اينمر. سابع حاجه بقى ده المهم بقى الكومبومير، حاجه اسمها بولي اسيد موديفايد ريزن كومبوزيت. خدت بالك من الاسم الاخير اسمه ايه؟ ريزن كومبوزيت. ده بنعتبره موديفيكيشن من ريزن كومبوزيت اكتر منها موديفيكيشن تبع الجلاس اينمر. ايه قصه الاستاذ الجميل ده؟ انا جبت كومبوزيت عادي. الكومبوزيت بيتكون من ايه؟ من ماتريكس وفيلرز. الفيلرز كانت ايه؟ سيليكا وبانواعها والكلام ده كله. هاخد جزء من السيليكا دي وهبدله بجلاس اينومر بارتكل. تمام كده؟ هجيب الباودر بتاعي كومبير كومبوزيت اوف ماتريكس اوف، مثال ميثاكريت شبه الكومبوزيت العادي. هحط في الماتريكس دي كربوكسيليك جروب. جميل؟ يبقى الماتريكس هحط لها كربوكسيليك جروب اللي هي سي او اتش جروب اللي هي بتاعت الجلاس اينومر الليكويد. ماشي. وهاجي الفيلرز بتاعتي هحطها فيلرز من جلاس اينومر اللي هي الفلور ارم سيليكيت جلاس بارتكلز، جزء من الفيلرز. خلاص كده. وهحط الحشوه دي في بوق البيشنت. يحصل ايه؟ هتحط الحشوه يحصل لها بوليمرايزيشن رياكشن لانها ماتريكس عاديه. كومبوزيت لا، الكومبوزيت لازم تعمله بوليمرايزيشن سواء كيميكال او لايت، بس في الغالب بيكون لايت. جميل. طيب المريض بعد فتره هيحصل ايه؟ الحشوه حطيتها في بقه هيجي لها ميه. الميه اللي هي مين؟ الرياكشن ميديم بتاع الجلاس ايونومر، تخلي البارتكل بتاعت الجلاس ايونومر تطلع الايونات بتاعتها، تبتدي توصل للعناصر بتاعتها والسي او اتش جروب الاثنين زي البعض زي الفل، هم تعملوا ايه؟ يبتدي يطلع لك فلورايد. اوكي؟ عنده اوبتيكال بروبرتيز احسن، ووتر سنسيتيفيتي اقل من الجلاس ايونومر، يعني اتغلب شويه على مشاكل الجلاس ايونومر، بس برضه ما فقد مميزات من الكومبوزيت، يعني الكومبومير حاجه في النص. اوكي؟ لا هو وصل للكومبوزيت بحاجاته الكويسه، ولا هو وصل للجلاس اينومر بحاجاته الكويسه، خد شويه مميزات من ده وشويه مميزات من ده وعيوب من ده على عيوب من ده. في حاجه اسمها جايومير، دي شركه المانيه هي اللي بتعملها، عشان كده بقول جايو مش جايو، جايو. عمل ايه بقى الراجل ده؟ ريزم ماتكس وفيلرز عاديه، بس عمل فيلرز بقى، جاب الفيلرز قال لك هنعمل فيها ايه؟ هجيب جلاس اينومر وهفعله بره في المصنع، هيحط الباودر على الليكود ويخليهم يتفعلوا ويجيبهم يطحنهم ويحطهم كاز افيلرز. خلاص كده؟ فقال لك ده الجايومير. يبقى ايه الفرق بين الجايومير والكومبومير؟ الكومبومير انا جبت الكومبوننت بتاعت الجلاس اينومر وحطيتها جوه الكومبوزيت. الجايومير انا جبت الكومبوننت وفعلتها وقمت طحنها عشان تبقى فيلرز وقمت حاططها. تمام كده؟ عرفت الفرق؟ دلوقتي هنتكلم بقى على ريزن بيز سيمنت اللي هم الريزن سيمنت. ريزن سيمنت عندها فيسكوستي قليله، بقدر اتحكم فيها عن طريق ان انا بلعب في الفيلرز كونتنت والديستريبيوشن بتاعها. الوركينج تايم والسيتنج تايم بتاعي بقدر اتحكم فيه عن طريق ان انا بعمل لها دابوليمر، بتحكم فيه على حسب الانيشيتور او على حسب اللايت بتاعي انا بحطه امتى. الموتيف سبلاي بقى بيجي لي بيست سيستم اللي هو زي ما احنا اتفقنا كده، شبه الجلاس اينومر، يا اما بالميكس ده ميكسنج تيب جي او بالكليكر ده او بالكبسولز دي. الكلاسيفيكيشن بقى على حسب الكومبوزيشن بتاعي، كان في حاجه اسمها كونفنشنال ريزن سيمنت، ده كان تقريبا مش هنلاقيه دلوقتي، شركه او اتنين بس بينزلوه. في ادهيسيف ريزن سيمنت وفي سيلف ادهيسيف ريزن سيمنت. الكونفنشنال بقى كان زمان بيتكون زي الكومبوزيت العادي، ماتريكس وفيلرز وانيشيتور واكتيفيتور سيستم عادي، كان بيشبك مايكرو ميكانيكال انترلوكينج. اوكي؟ حضرتك كنت بتيجي تعمل اسيد اتش وتحط بوندنج اتش وبعد كده تحط ريزن سيمنت،
فكان مرهق، عشان كده بقول لك صعب انك تلاقيه دلوقتي. امال ايه دي سيفرين سيمنت بقى؟ حطيت له مونيمرز عندها اديسيف ابيليتي، يعني تقدر تعمل كيميكال بوند مع السنه زي الفور ميتا وزي الام دي بي. دول بيشبكوا في الميتاليك سيرفيسز من غير ما احتاج اديسيف بروموترز، يعني مش محتاج اسيد اتش وبوند والكلام ده كله، لا بتشبك لوحدها. زي ريكوارد بريبير تو سيرفيس، يعني لو هشبك على السنه لا لازم احط لها بوندنج ايجنت الاول. اوكي، يبقى الادهيسيف ريزن سيمنت بحتاج له للسنه بوندنج ايجنت، انما السيلف ادهيسيف ده ما بيشبك في الميتاليك سيرفيس وفي السنه من غير اي تريتمنت، يعني مش محتاج بوندنج ايجنت. يبقى في اللي فات بحتاج للسنه بس بوندنج ايجنت، انما الثالث نوع سيلف ادهيسيف لا خلاص هو بيشبك لوحده، اسمه من اسمه سيلف ادهيسيف. الكلاسيكيشن على حسب مود اوف كيور، في سيلف كيور، في لايت كيور، في ديوال كيورد. اغلب السيمنتس بقت ديوال كيورد. اوكي، الديوال كيورد بقى بنحبه ليه؟ زي ما قلنا التفاعل بتاعي في حاجتين، في كيميكال كيورد وفي لايت كيورد. الكيميكال كيورد بيبقى بطيء قوي فبيديك الوقت اللي انت عايزه تشتغل بيه. سيلف كيور هي الكيميكال كيورد بالمناسبه، يعني تلاقيني بقول لك كلمتين زي بعض. يعني حضرتك انا جيت عملت مثلا بريدج، هلزق بريدج مثلا 5 يونت كده ولا حاجه، فاحط ريزن سيمنت، اول ما هبتدي هتلاقي الكيميكال كيورد ابتدى يشتغل بس ببطء قوي لدرجه غير ملحوظه. هبتدي حطيت الخمسه بريدج واقوم جايب بعد كده اللايت وابتدي اعمل لايت كيورنج. جميل، طب اللايت كيورنج ده هيبتدي يعمل ايه؟ هيبتدي يسرع التفاعل الكيميكال معاه، يبقى هو يبتدي ينشف مع حضرتك، يبتدي ينشف بصوره ملحوظه لما حضرتك تبتدي تحط اللايت. اوكي، طبعا ما تقعدش تقول لي انا اسيبه ربع ساعه والكلام ده كله، لا يعني في الوزن ليميتس برضو بالمعقول. التفاعل بتاعه اخباره ايه؟ بوليمرايزيشن، فري راديكال اديشن بوليمرايزيشن رياكشن، مفيش فيه مشكله. المانيبيوليشن بتاعي بقى اختار الشيد اللي حضرتك عايزه بتاع الريزن، اعمل ايزوليشن للسنه، اعمل لها دراينس نشفها كويس. لو حضرتك محتاج تعمل بريبير للتو سيرفيس سواء اسيد اتش او بوندنج ايجنت على حسب طبعا نوع السيمنت، هل هو كونفنشن ولا سيلف اديسيف ولا اديسيف بس. اعمل ميكس بتاعك على حسب ما بيجي لك، لو هو بيست، لو هتعمله في ميكسنج ديش طبق خلط ببراش، او على حسب الراجل ما يقول لك، لو هو في اوتو ميكسنج تيب او كبسول، يعني على حسب نوع السيمنت اخلطه زي ما انت مناسب ليك. بعد كده حط السيمنت على الانترنال سيرفيس اوف ريستوريشن، بنحط السيمنت عموما كله على الكراون مش على السنه والزق الكراون عليها، لا بحطه جوه الكراون والزق السنه. اوكي اهوت، حطيت اتنين نقطتين اهوت خلطتهم ببلاستيك سباتل وحطيته جوه السنه. حطيت الكراون بتاعك اهو، عملت له سيتنج، عملت كيورنج لمده 2 سكندز بس، ثانيتين. ليه ثانيتين؟ عشان يبقى السيمنت يا دوب ابتدى ينشف وما نشفش قوي، يعني ضعيف قوي فسهل انك تكسره. بعد كده كمل بقى 5 منت او اللي انت عايزه، الوقت اللي 5 منت يبقى حصل كيميكال كيورد، او كمل 20 ثانيه عشان تتاكد ان اللايت كيورد هو اللي حصل. بعد كده ريستوريشن سيكنس، لو هتستعمل لايت كيورد بس ما يكونش اكتر من 2.5 مللي، لو السيكنس بتاعك اكتر من 2.5 مللي اللايت مش هيوصل، فساعتها تستعمل كيميكال كيورد او ديوال كيورد. البيولوجيكال بروبلمز بتاعتي، لا هو عنده الريزيدوال مونيمرز هتعمل اريتيشن. لو انا قريب قوي من البلب حط بيز اقل من نص مللي، لو عادي ما فيش فيها الدنيا عندك واسعه اكتر من نص مللي يعني اعمل كيورنج، واكد ان الكيورنج بتاعك مظبوط بالذات لو لايت كيورد بس عشان ما تسيبش ريزيدوال مونيمرز. طبعا مش محتاجين نقول ان الديوال كيورد ريس اريتانت عن اللايت كيورد، ليه؟ عشان في كيميكال كيورد هتبتدي يكمل لي التفاعل بتاعي لو حضرتك شلت اللايت. الكونسيستنت فيلم سيكنس على حسب البرودكت اللي حضرتك عايزه، انا اللي بتحكم فيها كراجل مصنع، بحط بقى الفيلم سيكنس اللي انا محتاجه فالدنيا كويسه معايا. السوليبيليتي انسوليبل، كومبوزيت ما بيدوبش، البلاستيك ما بيدوبش، ده انسوليبل. اللي فاتوا كلهم كانوا سوليبل قليل، سوليبل قليل، انما ده انسوليبل. الاسترنس بتاعي بيعتمد على الفيلر كونتنت وعلى الديجري اوف كونفرجن، يعني ايه الديجري اوف كونفرجن؟ حضرتك عملت كيورنج قد ايه؟ حطيت اللايت وقت قد ايه؟ ونسبه الفيلرز طبعا بتفرق في الاسترنس. عموما الريزن سيمنتس احسن من السيمنتس اللي فاتوا، اقوى منهم بمراحل. البوندنج على حسب السيمنت تايب، لو كونفنشنال بيشبك مايكرو ميكانيكال، اديسيف وسيلف اديسيف بيشبكوا كيميكال بوند. اوكي، اديسيف وسيلف اديسيف كيميكال بوند. الاوبتيكال بروستاتي هو ترانسلوسنت، ايوه.
بيجي لي في ديفرنت شيدز، شيدز اللي حضرتك عايزها بقى على حسب لون السنه وعلى حسب الكراون وعلى حسب الحاجات دي كلها. نتكلم بقى على حاجات سيمنت فور بالب بروتكشن، حاجات احمي بيها البالب. حاجتين، الكافيتي فارنش هنتكلم فيها دلوقتي. الكومبوزيشن بتاعي من ايه؟ حاجه شبه المونوكير. ايه فكره المونوكير ده؟ ان انا بجيب البوليمر بتاعي سواء سينثيتك او ناتشورال وبدوبه في سولفنت اللي هو الكلوروفورم او الاسيتون، تمام، وبحطه في العلبه ومقفوله. بفتح العلبه بتاعتي وبنقط على الصباع او في حالتي هنا في السنه بقوم مغطي السنه بيها وبسيبها. هيحصل ايه؟ الكلوروفورم او الاسيتون هيتبخر ويسيب البوليمر، طبقه البلاستيك اللي تبقى موجوده دي لازقه. جميل كده. فعشان كده بقول لك بندهنه تو لاير او ثري لاير. ليه؟ عشان اول لاير لما بتسيبها هتتبخر، هتسيب مكانها فراغات، فتقوم حاطط الثانيه قافل عليها وهكذا. بندهنه زي ما قلنا هنا باستعمال البراش او الكوتون بليجيت، هي دي بتاع اللي بنستعملها دي. تحط 2 3 لايرز وتاكد ان هم حصل لهم عشان تاكد ان في يونيفورم لاير اتكونت. اليوز بتاعته بقى مهمه بقى جدا. سؤال، ايه هي؟ بتقفل الدنتانيا تيبيولز، يعني قبل ما اجي احط امالجم او محاطط البتاع ده الفارنش، قبل ما اجي احط زنك فوسفيت احط الفارنش. ليه؟ هتقفل الدنتانيا تيبيولز اجينست الاريتيشن بتاع الزنك فوسفيت. فاكر في الزنك فوسفيت قلت لك ده هايلي اريتانت وبيخترق الدنتانيا تيبيولز، طب ما تقفل الدنتانيا تيبيولز بالفارنش. ده اول استعمال. في الامالجم، فاكر لما قلت لك الامالجم بيحصل له كروجن، وكروجن برودكتس ممكن تخش جوه الدنتانيا تيبيولز وتخلي شكل السنه مختلف، حاجه بنسميها امالجم بلوز، جاي من بلو اللي هو اللون الازرق. اوكي، طب ما تقفل بفارنش عشان تمنع الكروجن برودكتس انها تخش. ماشي. فاكر في الجلاس ايونمر قلت لك انا محتاج اغطي الجلاس ايونمر عشان ما يفقدش ميه ولا يكتسب ميه؟ طب ما تغطيه بفارنش. ودول الثلاثه يوز بتوع الفارنش مهمين. هنتكلم بقى على الكالسيوم هيدروكسيد اخر حاجه ان شاء الله. المود اوف سبلاي بيجي لي في شكل تو بيستس زي ما حضرتك شايفهم كده جوه، كولابسبل تيوبس. كولابسبل يعني زي معجون اسنان كده قابله للانضغاط، واحد بيز واحد كاتاليست. يا اما بيجي لي لايت كيورد واحده اهي، يعني دي واحده ودي واحده، يعني بستعمل واحده منهم. العلبه فيها اثنين، ممكن تشتري واحده بس بالتيب بتاعتها، تركب عليها التيب دي وتبتدي تنزلها. اللايت كيورد هيحصل له اكتيفيشن عن طريق لايت. ده المانيبيليشن بتاعه. لو تو بيسز حط نقطتين، يعني بتجي اخلطهم لحد ما يوصل لهوموجينس كلر وحطه جوه السنه في خلط لمده 30 ثانيه، نص دقيقه، بينشف حوالي دقيقتين. طب لو لايت بنجيبه، اجي التيب اللي قلت لك عليها، بتنزل النقطه بتاعتها وتعمل له كيورنج. سهل جدا. بليز حاول تجيب اللايت كيور ده وتبتدي تتدرب عليه من وانت صغير، هيفرق معاك جدا، احسن واقوى بكتير من التو بيست ده. البيولوجيكال بروتس بقى، ركز في الكلمه دي. اول مره في السيمنز اقول لك هايلي الكالاين، الكالينتي بتاعته عاليه جدا من 11 ل 12، قرب يقفل العداد اللي هو 14. هايلي الكالاين، الكالينتي دي ميزه تحفه جدا مش موجوده غير في الكالسيوم هيدروكسايد. ايه هي بقى؟ هيعمل ستيميوليشن للبالب، فيعمل سكندري دنتين. سكندري دنتين يعني ايه؟ يعني انا كنت قريب من البالب، يعني انا ممكن في اي لحظه يحصل اريتيشن للبالب، لا انا بقى هزود حته الدنتين لما نحط الكالسيوم هيدروكسايد، فيخلي البالب يكون سكندري دنتين اللي هتاخده في الاورال بيولوجي او اللي هو خدته انت في الاورال بيولوجي. جميل. يبقى انا لو فيري ديب كافيتي، مش ديب كافيتي بس، لازم فيري ديب كافيتي، وقريب قوي من البلب، شايف لون البلب كده من بره، شايف الشادو بتاع البلب ده، هيبقى اسمه اندايركت بلب كابنج. او حضرتك قمت خابط البلب ومعوره، اسمه دايركت بلب كابنج. اوكي، هتحط الكالسيوم هيدروكسايد على البلب سواء دايركت او اندايركت، هتلاقي البلب ابتدى يعمل سكندري دنتين. الموضوع ده بياخد له شهور مش يوم وليله، بالاضافه لان الالكالينتي بتاعته عندها بكتيريسايد الايفكت. خلاص كده معلومه بقى لحضرتك، الدايركت بلب كابنج والاندايركت بلب كابنج نسبه نجاحهم مش عاليه، ممكن تنجح بس مش 100%. يعني السوليبيليتي بتاعته بقى هايلي سوليبل، فيري هايلي سوليبل. كالسيوم هيدروكسيد يشم الميه يدوب. خلاص، عشان كده الفرد اللي فات قلت لك يحسك عينك يجي السيمنت على المارجنز، لا هنا لو جه السيمنت على المارجن انا هتبحك، مش هقول لك تيجي السنه الجايه تمتحن، لا هتبحك على طول وانت واقف. ليه؟ فيري هاي سوليبل، بيدوب بمعدل حضرتك لا تتخيله، عشان كده المفروض بنحطه نقطه بالظبط عند قريب من البلب. الاسترنس بتاعه فيري لو ميكانيكال بروبرتيز، ضعيف جدا جدا جدا، ما ينفعش نحطه تحت الامالجم. امال بنعمل ايه حضرتك بقى؟ هنا في كذا جيف ريزون كده نركز فيهم ونهدى فيهم كده على نفسنا. ايه هما؟ اول حاجه، ليه بحط كالسيوم هيدروكسايد تحت الزنك فوسفيت؟ علشان الكالسيوم هيدروكسيد يعمل كيميكال انسوليشن اجينست اريتيشن بتاع الزنك فوسفيت،
مش انا يا ابني قايل لك الزنك فوسفيت ده ايريتانت هيعمل كيميكال اريتيشن. مين اللي هيمنع الكيميكال اريتيشن؟ الكالسيوم هيدروكسيد. الكالسيوم هيدروكسيد بتحط نقطه رفيعه ما يقدرش يعمل الثيرمال اريتيشن، الثيرمال ايزوليشن، ما يمنعش الحراره. مين اللي بيمنع الحراره؟ الزنك فوسفيت. حلو كده؟ يبقى انا عندي اتنين بيكملوا بعض، واحد بيمنع الحراره وواحد بيمنع الكيميكال. مين اللي هيمنع الكيميكال؟ الكالسيوم هيدروكسيد. يبقى جيف ريزون ليه بحط تحت الزنك فوسفيت كالسيوم هيدروكسيد. يعني من الاخر كده ايه الرول بتاع الكالسيوم هيدروكسيد؟ تقول لي يمنع الكيميكال اريتيشن تو سبب. طب ليه بحط زنك فوسفيت وبسكت؟ عشان يمنع الثيرمال اريتيشن بتاعه الامالجم اللي هو اللي فوقيه. اوكي طيب ليه بحط كالسيوم هيدروكسيد ليه بحط زنك فوسفيت فوق الكالسيوم هيدروكسيد؟ يعني ايه وظيفه الكالسيوم الزنك فوسفيت؟ علشان يقوي الزنك، يقوي الكالسيوم هيدروكسيد. الكالسيوم هيدروكسيد ضعيف، لو حضرتك جبت بروب وضغطت بيها هتلاقيه اتكسر معاك بايدك كده، بضغط ايدك تلاقيه اتكسر. يبقى انا محتاج حاجه قويه تقويه. مين اللي هيقويه؟ الزنك فوسفيت. يبقى ليه بحط الزنك فوسفيت فوق الكالسيوم هيدروكسيد؟ عشان يقويه. ليه بحط الزنك فوسفيت تحت الامالجم؟ عشان يمنع الثيرمال اريتيشن. ليه بحط كالسيوم هيدروكسيد تحت الزنك فوسفيت؟ عشان يمنع الكيميكال اريتيشن بتاع الزنك فوسفيت للبلب. تمام كده اتفقنا؟ ما تلخبطش بينهم لو سمحت. البوندنج مايكرو ميكانيكال انترلوكينج طبعا. الاوبتيكال بروبرتيز هو اوبيك فما نقدرش نستعمله تحت الاستاتيك ريستوريشنز. ثانك يو.